ومواضيع مختلفة. اليوم باللقاء رح نترافق أنا ونانسي. مرحبا نانسي. مساء الخير ساشا، كيفك؟ تمام الحمد لله، ماشي الحال. جريت. اليوم ساشا جمانة وهبي رح تعطينا توقعات الأبراج لسنة 2014، ونتمنى انه هيك الفقرات يلي اخترناها لليله تنال اعجاب الجميع. اما هلا رح نبدا حلقتنا مع الانستا بيك وحزوره لك يا ساشا. حزوره يلا. حزوره من مش الكبيرة، صغيرة. مين البيبي يعني؟ مين البيبي؟ مين البيبي؟ ولا ممكن احزر، بس انت اعطيني هيك ساعديني شوي. هي شو؟ اوكي خلينا نقول ممثلة؟ فنانة؟ لا فنانة. اوكي اجنبية. اوكي شو لقبها؟ اعطيني الل... لا اللقب ما فيه، فوق الخمسين عمرها هلا حاليا. صعبة. كثير بنحبها. نو كلو. ببلش حلف بمادونا. بالان هيدا لكن صورت مادونا هي وصغيرة قاعدة على حضن والدتها يلي فقدتها. ولا فيك تعرفي انه مادونا يعني بهالعمر أبداً. اكيد ما بتبين. اما هلا شو خلينا نتعرف على حلقتنا بهلمحة سريعة. ببيروت اليوم جمانة وهبي في باقة توقعات لعام 2014. نهى معوض تكشف عن أكسسوارات الجمال الجديدة. أما تحضير الأولاد لأعياد رأس السنة فمع نادين جودي. صور معرض لايا رحمن الخاصة. وفقرة الأزياء تجمع بين عروض الأزياء المباشرة والحقائب. كما لنا وقفة مع الرقص والموسيقى، فابقوا معنا. Christmas Eve.
زفة الأسطورة والبدر بو أنتون على هالزفة الحلوة من وحي الأعياد وهالمناسبة الجميلة. نبتدي لقائنا مع ضيفتنا الأستاذة الجامعية نادين جودي. واليوم اختارت نادين نحكي موضوع كتير مهم، أكيد التوجه بيكون للأهل وخاصة خلال هالفترة من الأعياد والتحضيرات كيف لازم تكون، لأنه الأعياد مش بس هدايا ومناسبة حلوة، إنما الأعياد إلى منحة اجتماعي لمساعدة الآخر، وكيف الأهل بيقدروا يحضروا هالأولاد من هالناحية. بهالفقرة رح نتناول هالموضوع مع نادين. مرحبا نادين. هاي ساشا. هاي نادين، كيفك؟ نعاد عليكم. وعليك يا رب. إن شاء الله بوضع أحسن يا رب. لبنان عم تسمعوني؟ ما حاسه حالي هلا عم نسمع كثير منيح. بتعرفي على العجقه اليوم الاحد دائما هيك ومجتمع. ان شاء الله على طول عم شوف امامك هيك مجموعه من الاوراق والنوتس، بحس الموضوع اليوم محرز. محرز لانه هو عن العيد وعن الفرحه وعن العيله وكيف يستثمروا الاهل للوضع مع اولادهم خلال الاعياد، وكيف بخلوا العيد شوي يكون يدخلوا فيه التربيه والقيم وله معنى. طبعا كيف ببلش كيف تبلش التحضيرات نادين من قبل الاهل حتى العيد يكون له معنى كتير مهم للولد، يعني مش بس هدية وهيك جمعة وأكل طيب وتشاكلت. الأهل أكيد حيحضروا جايبتهم أول شيء، بس كيف يخلي الأولاد يكونوا معهم بخلال التحضيرات؟ مفترض الأهل هنا عم يتبعوا هذا الشيء تلقائيا بدون يعرفوا بدون كتب، يعني هنا بيخلوا أولادهم يشاركوا معهم فرحة العيد بالتحضيرات، بيروحوا سوا بيعملوا شوبينج لغراض، مش ضروري غراض الكادويات اللي حكينا عنه مع بابا نويل، ممكن هلأ إذا بدهم يجتمعوا على ليلة راس السنة يحضروا مع بعضهم الغراض، الأكل يروحوا على سوبر ماركت يجيبوا الغراض، هيك بيصيروا يعلمون معنا كيف ياخذ الشغلة ويدفع حقها. ممكن كمان يحضروا مع بعضهم الديكوريشن داخل البيت، الطاولة طاولة الأكل، ممكن قبل يروحوا هنا وياهم مثلا على شي مطعم يشوفوا، خليني لفتوا له النظر ويشوفوا كيف الصحن محطوط، كيف الشوكة والسكينة، بكرة حتساعدني هيك بالبيت. فالتحضيرات المسبقة بتعلموا القيم يلي هي مش بالكتب تتعلم، تتعلم الحياة اليومية. فممكن يشاركهم بتحضير الأكل، بتحضير الديكوريشن داخل البيت، ممكن يحضروا إذا بدهم كارتس معايدة مع بعضهم مع الأهل ليشاركوا بهجة العيد مع أهلهم. طيب نادين، يمكن لمناسبة أي عيد أو كمان لمناسبات اجتماعية الأهل بيختاروا هن يمكن سلوك أولادهم. نعم. فشو هي أهم الأشياء اللي لازم يلفتوا لهم نظرهم لها؟ أهم شيء اللي بيخافوا منها الأهل هي لما يكون في عندهم ضيوف، وهلأ حيجتمعوا كلهم بليلة رأس السنة، مفترض يكون يا داخل المنزل أو خارج المنزل. بيخافوا أكتر شيء لما يكونوا هن عندهم ضيوف بقلب المنزل. لازم يلفتوا له النظر قبل بوقت، هو اللي هو التيبل مانرز، كيف يهتموا على الطاولة، ما ينطروا لهاللحظة ليوبخوا ابنهم إذا عمل شيء غلط. أوكي. لأنه باللحظة ما في كلمة سوري، ما بتنفع كلمة سوري، هون بتكون عم بتصلح لحظة بلحظتها، ما عم بتصلح الغلط من أساسه. فمن قبل لازم يلفتوا له النظر للتيبل مانرز اللي هي عبارة عن قيم تتعلم خلال فترة طويلة مع كل يوم بيومه. أوكي. ممكن يلفتوا له النظر قبل بوقت انه ما يبلشوا اكل الا ما يكونوا ضيوف موجودين. هن بحبوا اكتر شيء التشيبس والدبينجز، بتحبوا التشيبس والحلويات يعني. والحلويات هلا هن عندهم الاولاد اكتر شيء، اكتر ما عندهم بحبوا التشيبس يحطوها بالصوص او الكاتشب، يرجعوا ياخذوا يرجعوا يحطوها. مثلا هذه الاشياء البسيطة لازم نلفت له نظرها قبل بوقت على التيبل مانرز، مش بلحظة نقول له لا عيب وعيب شو، كلمة عيب شو بلحظتها ما بتنفع. وكلمة عيب شو جاي من شيم بالانجلش. ايه عن جد شيم. عيب شو شيم. ايه ما حينشي حالة بلحظتها هيدي. فهي تيبل مانرز انه لازم يسلم اول ما يفوت، لازم يلقي التحية، لازم يقول ثانك يو، حتى اذا كمان مثلا وصلوا كادو مش ياخد الكادو يطلع على الكادو، نعلمه كيف يقرا الكارد قبل بوقت. كلها هيدي مع الحياة يوم بيوم، ما ننطر لحظة العيد او لحظة الجامعة والا عن جد رح نتجرس. يا عيب الشيم على رأيك. عيب الشيم. نادين، لو ناسة بتراس السنة كمان هي مناسبة حلوة للأولاد يعيشوها. نعم. يعني مش بس هي سهرة للأهل أو لقلنا، أنما الولد كمان معنى. نعم. بهالمناسبة كيف كمان ممكن نحضرهم لاستقبال السنة الجديدة؟ ساشا، هو مظبوط راس السنة عادة منلاحظ أنه كل الدعايات أنه كيف الأهل وسهرة بريد البيت والأكتيفيتيز للأهل أكتر شيء. هذا الشيء تقليدي كان قبل بسنة 1976 قبل ما أخلق بشوي ببوسطن، طلعوا شيء جديد يلي هو لفت النظر أنه
كمان ممكن الاولاد يحتفلوا معهم بشي نون الكوهوليك داي. فصار وقتها من وقتها دعوه انه ممكن الاولاد يشاركوا الفرحه مع اهلهم خلال سهره راس السنه او اي سهره ثانيه بشي اسمه نون الكوهوليك نايت. وبهالوقت ممكن يعملوا لهم فانسي كيوبس اللي هن ممكن نحن بلبنان باي بلد عربي يلي هو مكعبات الثلج تكون على اشكال ليحسوا حالهم انه هن ما رايح عليهم شيء. ممكن كمان بهيدي السهره نشتغل على الحديث والنقاش. طبعا مش فاضيين الاهل بيحضروا التي في ان شاء الله بكونوا عم يحضرونا او ليك بس بنفس الوقت ممكن يكون نقاش يلي هو غير مباشر يلي هو تقييم للشخص ذاته. يعني نحن كبار وصغار نسال حالنا. ممكن الاهل بهاللحظه يسالوا اولادهم خبرني شو احلى لحظه كانت بحياتك. بيقدروا يفهموا الولد بشو انبسط. برايك انت وين كان عندك شيء سيئات بهالسنه؟ فالسلف ريفلكشن بهاللحظه كثير مفيد للاهل يكتشفوا ان هل اولادهم عارفين حالهم وين، والولد بقيم حاله. حتى السؤال شو بتقترح الافضل للسنه الجاي. فهلا حتى لو كانوا عم يفرحوا وعم يمرحوا وعم يحضروا تي في وعم يرقصوا ويغنوا يمرقوا هذا السؤال اللي هو سلف ريفلكشن، بيقدروا يعرفوا اكثر كثير عن ابنهم وين الثغرات يلي وقع فيها وهو حابب يتجنبها واكتشفها. وانت ممكن تمرقي له مسج بنهار الفرحه يلي انت بدك اياها، ما حيحس انها هي امر او هي شيء انت نجدت له. طيب نادين تحتلي يمكن يعيدوا الاهل بسلام شو هي المخاطر يلي بتغري الاولاد ولازم الاهل ينتبهوا لها؟ حسب العمر منبلش. هلا مثل لو فرضنا عنا هلا شيء ولد موجود هون على الديكوريشن اكيد كان حينط على الطابه وعلى الورد، وعلى فكره الديكوريشن كثير حلو بيلفتوا له نظره. هلا بسلام اكثر شيء ينتبهوا لللايتس الاضويه، سيجار، ينتبهوا للالكوهول اذا لفت اوفرز اللي هنا بقي شويه الكوهول ما يقرب ابنهم. اكثر شيء بنحط النتس، نحن معروفين بنحط النتس والبزورات اللي هن تشانك، هدول الاشياء العامه. وبس بحلقات سابقه حكينا على المراهق نانسي انه المراهق ما برد على اهله خاصه بشكل عام. كيف هلا على ليت راس السنه بيعتبر حاله خلص صار رجال او البنت صارت صبيه. وهلا كلمه ما تسرع وعمهلك وما تشرب ما حيمشي الحال. طبعا مثل ما عم نقول هي قيم لازم تكون مغروسه، عم نجرب نغرسها مثل ابنه النبته لتكبر شوي شوي مع القيم. كلمه لا وتنبيه ما يتوقعوا الاهل انه حيوصلوا لهن بدهم اياه، والعقاب ما بيعمل شيء بهيدي اللحظه. فمن هلا يبلشوا يشوفوا المساوئ اللي ممكن يرتكبها ابنهم. وحكينا قبل كمان انه المراهق بهاللحظه في عنده المايلن اللي هو بدماغ ما بخليه يقدر يعرف المساوئ اللي ممكن يرتكبها، فعشان هيك افعاله هي باندفاع ما بيقدر يتوقع شو في عنده مساوئ. فهلا نحن خلينا نحكي بليله سهره بكل بلداننا العربيه يلي هي الليله ممكن نكون عم نحضر تي في ويلي ممكن نكون عم نتداول القيم والتقييم ونركز على الايجابيات ونرجع للايام الحلوه اللي كنا عايشينها قبل. مش ضروري نروح للاكستريم يلي ممكن نشوفه على بعض الاماكن. في اولاد كثير كمان نادين ما بيخجولين، ما بيسلموا، ما بيعبروا، هل من طرق معينه هيك نشجع الولد على هالتواصل مع الاخر؟ ما بتخيل حالي انا كنت خجوله. الخجول يلي ما بيستحي ما فيني اقول له روح سلم هلا على انتي، روح سلم هلا على عمو بهذه المناسبه او بمناسبه اي مناسبه اجتماعيه. لا، ممكن الولد صغير ممكن اقول له دخلك من عيونه احلى انت ولا هو؟ بصير لا تلقائيا هون بصير بده يطلع بعيونه، فعم خليه يعمل اي كونتاكت وبنرجع بنسلم. فممكن نكتفي نحن بالاي كونتاكت تبع الولد مع الفرد الثاني، مش ضروري نجبره على السلام لانه هو خجول. مع الوقت دائما بنقول القيم والسلوك هو مكتسب، هو تقليد، هو بيقلد لاكبر منه. اذا دائما هو متعود اول ما يفوت على البيت يقول هاي مامي كيفكن او ترد عليه هي بابتسامه، حيتعود هو يسلم. على سيره هاي مامي سوري نونو، في اولاد كمان بيعيطوا للوالد باسمه إيه مش مام. ايه هيدي مودرن حلوه. إيه هل انت مع هيدا الشيء او ممكن تكسر يمكن هالعلاقه بين ام وولدها؟ يعني بتصير مثل صديقته او رفيقته. هي صديقته، هي اكثر من صديقته، هي بالعكس نحن مع هيدا الشيء لانه هو اذا هون عم بحط رولز لكن بالمدرسه بالمجتمع برا شو بده يعمل. بالعكس نحن مع هيدا الشيء حسب نوع التربيه اللي نختاروها، هل هي التربيه المتساهله او التربيه المتسلطه او النص. حتى يلي بالنص لا، ليش ما في ما لازم يكون انه ما يعيط لها مامي او يعيط لها باسمها مثلا. بالعكس بعدين الام بتستمتع بتقول يا ريت من زمان في حدا عم بعيط لي مثله بتحس بهذا الشيء.
شيء. لا السلوك مش حنحط له حدود على الاسم يعني. نادين ذكرتي القيم والسلوك الاجتماعي السليم، اي متى الواحد بيقدر يعلم ولاده هالشيء؟ ما في عمر محدد. بالكتب قبل كان يقولوا لازم نعلمهم الثري ارز اللي هن ريدنج رايتنج اريثماتيك، هلا بقولوا لازم نمرق لهم الثري ارز اللي هن ريسبكت وريسبونسبيليتي وماني عارفه شو الثالث ار، احترام مسؤوليه. شي كلمه بالار من القيم، شو ما كانوا القيم هن عباره عن نغرسهم، بصير في صقل للقيم يلي هي من خلال المشاهده اليوميه. ما فيني اقول له انا ما تكذب، واذا حدا تلفن بده جوزه بتقول له انا هو مش هون هو بكون حدا. فالقيم ما منا مرتبطه بعمر اكثر ما هي مرتبطه بسلوك اهل قدام اولادهم. فالاهل لازم يكونوا نموذج، ما في عمر محدد للقيم، ولكن لازم نلتفت انه هو بالخمس سنين صار مسؤول عن سلوكياته. قبل شو بتقول له امه بيعمل؟ تعليم القيم منه محدد بيوم واحد بعمر معين، ولكن بيدخل بالمنهج خلال السنه. اذا بنحكي على المدرسه بيدخل بالمنهج كل شهر بعلمه قيمه، بينما اذا هو عم يكتسبها من الاهل هي عمليه يوميه. مثل ما قلت قبل، النبته بتكبر في عندها جذور، وفي الليفس الوراق الشجر بيكبر وحسب قديش في عم تغذيها. فهي عباره عن انه تغذيه الروح وتغذيه الاخلاق من خلال كل يوم بيومه. حلو، ذكرتي عن منهج دراسي، بركي مدخل شوي صوب الاجنده. حرام عليك سعيد يا نانسي، قليلة ما لقيت عنجد. لا لانه مرات الاجنده بتبقى هيك مرصوصه درس، يعني ما بيحسوا بالعيد، عندهم درس ويمكن عم بيكون في فحوصات بعد فتره العيد. أنا عم أقول حرام بس أنا عايشة هذا الجو، لأنه هي المفكرة المدرسية عبارة عن ألم ووجع للأم وللولد، كمان سواء فترة أعياد وعطل فصلية بين الفصل والتاني. الأساتذة بفكروا أنه خلى الأولاد مشغولين حتى ما يتطرفوا للإكستريمز وروح يلعبوا جيمز ما لها معنى، جو الدراسي. بس كل أستاذ عم بفكر لحاله، ما عم بكون دايما ببعض المؤسسات تعاون بين كل الأساتذة لحتى يخففوا من عبء الأجندة. أنا مش من مؤيدين نعطي كتير دروس، فينا مثلا نستثني شوية مواد الحفظ. إذا نعطي بروجكت واحد، بروجكت بيشمل كل شيء، كل الأساتذة يتفقوا على بروجكت واحد يدخل فيه كل شيء. البروجكت بخليه يستمتع خلال العطلة، عم بيجمع معلومات، عم بيجيب ديكوريشنز، اكتيفيتي، عمل أكتر ما أنه يقعد يحفظ. ألم ووجع لإله ولا لأهله. فلا، لازم نخفف من الأجندة وما تكون ألم للأولاد ولا الألم للأهل. وبعتقد الأساتذة بعض المدارس عم يلتفتوا لهالشي، وعن جد شيلوا شوي عنهم يعني للأولاد، حرام خليني استمتعوا بريك، لأنهم بحاجة لطاقة وأنرجي. هو الأكتيفيتيز هلأ والأعياد والوقت اللي عم بقضوه مع أهلهم، خليوني أقضوا الكواليتي تايم مع أهلهم، وبيقدروا يتعلموا شيء اللي مش موجود بالكتب. مش كل شيء موجود بالكتب، من الخبرة بنقدر نتعلم كمان. كلمة أخيرة نادين جودي، شو بتقولي هيك للأهل يلي عم بيتابعونا هلا؟ للأهل اللي عم بيتابعونا، إذا في عندهم سهرة بدهم يجتمعوا بين بعضهم، مثل ما عم نقول خلي كواليتي تايم، يحاولوا النقاش، الملاحظة ما تطول، مثلا إذا وقع شيء ليش عملت هيك، يحاولوا يكون التعليق يفتشوا على الإيجابة ويسامحوه بلحظتها قدام العالم، ما يبخعوا، يكون شوي بيسفول مع أهلهم. أكيد هن بيسفول، ما حيحبوا أولادهم أكثر ما ححب أنا أولادهم أكثر ما هن بيحبوا حالهم، ولكن نلفت نظرنا إنه دائما نحفز بالشيء الإيجابي ونكافئ أكثر ما نعاقب. وهذا كل شيء، وينعاد عليكم إن شاء الله. بس وعليك يا رب. شو أمنيتك لسنة 2014؟ 2014 ما فكرت فيها بعد، ما عملت سيلف ريفلكشن، بس امنيتي ان شاء الله انه كل اللي حوالي يكونوا فعلا بحبوني وصادقين معي مثل ما انا صادقه معهم. حلو كثير، كلنا بنحب عن جد نادين. دائما بنطر انا على الفقره الخاصه معك، لانه انت شخص هالقد قريبه يعني من القلب، ودائما بتفيدنا بهالنصائح والمعلومات. ثانك يو نادين، بنشوفك ان شاء الله راد على السنه الجديده. ان شاء الله ان شاء الله بتحملي كل الخير، ان شاء الله بتحملي كل الخير. لكم كمان، لك كمان، ثانك يو لحضورك معنا. مشاهدينا رح نتوقف للحظات قليله مع الاعلام، نرجع نتابع ببيروت، خليكم معنا. أنا بحب أقول لكل المشاهدين، لكل الناس وين ما كانوا، إن شاء الله بضل بيوتكم مضواية بالفرح وبالأمل وبالحب والخير والجمال.
توقعات الأبراج لهالسنة مع عالمة الفلك والطاقة جمانة وهبي؟ مثل ما الأسبوع الماضي حكينا عن 6 أبراج، ما كانت نانسي على برج الحمل وزعلانة، بس إنه ماشي. لا رح ينقال برج اليوم. رح يجي عين عام. ولا ممكن. هيك. اليوم رح نكفي مع 6 أبراج المتبقية مع جمانة. مرحبا جمانة، تفضلي. أهلا وسهلا بجمانة. هاي ناموس، هاي ساشا، هاي يا جمانة، كيفكم؟ تمام الحمد لله. اشتقت لكم. نحن كمان اشتقنا لك كثير 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 حبيبتي. عن جد علقتي بعجقة؟ اي والله، انا حد بيتي قريب للداون تاون وكان في تسكير طرقات بس الحمد لله وصلت بخير. عم بتقلي نانسي بدها ترجع تسمع برج الحمل. جمانة ايه، انا ما كنت الاسبوع الماضي يعني هلا كل بس بعثت لك سلام هالقد يا نانسي. ما حضرت للأسف. مش على السريع ريما، لا بدها تقلي برجي مزبوط. في وقت في وقت في وقت. أنا ما خصني. ميرسي. يلا شو؟ يلا 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 بليز. أوكي ما بنزعل على نانسي. ايه ميرسي حبيبي. ايه دلوعة ببيروت. أوكي لكن رح نبدأ مع مولود برج الحمل ونكرر شو عنده مولود برج الحمل. هيدا نزول عن طلب نانسي، ما فينا نزعلها أبدا. وفينا نقول لمولود برج الحمل هو أوريدي داخل على سنة 2014 ومش مرتاح عاطفيا، يعني بال2014 حيكون في عنده اهتمامات وأولويات هو بمعالجة وضعه العاطفي. من الناحية المهنية رح يكون أوضاعه ماشي حاله وسريعة، وكمان إذا كان مفكر ينقل على بيت جديد بال2014 حتكون حظوظ كتير كبيرة بنقلة البيت والانتقال لعتبة جديدة. لكن من مطارح فينا نقول الفلك عم يبتسم له، ومن مطارح تاني عم نلاقي انه الفلك شوي قاس عليه من الناحية العاطفية، وخصوصا التأزمات العاطفية والقرارات الحاسمة والمواجهات الصعبة ما بينه وبين شريكه. ولكن الحمل بما حمل ووداعة الحمل ممكن يقدر من خلالها انه يسترجع او يعمل طرق لانقاذ علاقته العاطفية. لكن لكل مواليد برج الحمل وخصوصا المرأة، عملي كل ما بوسعك للاحتفاظ بشريكك. وكمان فينا نقول ممكن كتير المرأة الحمل انها تكون معرضة لدخيلة على حياتها العاطفية، وكمان بعض البلبلات اللي ممكن تعيشها والصراع ما بينها وبين الشريك. قد ما فيها تكون كتير كول وتبتعد عن العصبية وتكون كتير رايقة، لحتى كمان يعمل المقارنة هو يقف بينه وبين نفسه ويقول فعلا انا ظلمتها. وبعدين في شغل كتير مهم لكل مولودات برج الحمل، أنا برأيي وكمان هو مثل بقوله، قال له لوين رايحة يا جديدة؟ قال رايحة أجيب حظ للقديمة. فحبيت الكلمة ونحن كتير كول. حبيتها. فخليك كتير كول. اوكي. ولكل مولودات برج الحمل اكيد بتمنى عليهم يكونوا كتير رايقين، لانه الست ما هي عبال لإنقاذ وضع العاطفي، بينما الرجل شوي عم بيبقى الغرور ضاربه نتفة، وعم بيكون في عنده اهتمامات مهنية أكتر، لأنه في عنده اهتمامات مالية، كيف بده يكون وضعه المالي مستقر، كيف بده يكون نائل على عتبة جديدة. وكمان أنت عندك عتبة جديدة إن شاء والله. خبرك. إن شاء الله بقى. أول وحدة حخبرك. يلا ليش لا. أوكي. لكن وين وصلنا بالأبراج؟ كنا وصلنا المرة الماضية لأنه كان معنا زينة المخرجة، ونزولا عند طلب بلال وقتها ما مرقنا العذراء، حكينا برج الدلو. اوكي. لكن هلا بدنا نحكي برج العذراء. يلا مع برج العذراء. لكن لكل مواليد برج العذراء بال2014 شو ناطركم؟ برأيي وحسب حساباتي الفلكية بلاقيها السنة رح تكون فيها كتير من الإيجابيات وكتير من الارتياحات والتطورات على الصعيد المهني. حكيت بهيدي السنة وقلت بالشهر 12 الطابي بملعبكم، وبرجع بقلكم بال2014 الطابي بملعبكم، ولكن احسنوا انكم تعرفوا تلعبوا بالعقود او بالمفاوضات او بالنقاشات او بالجدالات، لانه كل الامور حتكون الفلكية لصالحكم، وخصوصا انكم رح تكونوا الطرف الاقوى بالقرارات او بحسم القرارات. لكن في ايجابيات كتير مهمة ناطرة مواليد برج العذراء، وخصوصا انه رح يتحرر من الضغوطات العائلية اللي كان قاطع فيها، وخصوصا انه كان عنا الزحل ببيت العيلة بالبيت الثالث، بيته مع أهله مع أخواته، النزاع اللي كان قائم ما بينه وبين أهله، القرارات اللي كانت قاسية ما بينه وبينهم، أو حتى الجفاء العائلي رح نشوفه على تواصل عائلي، حنشوفه عم بيقدم ورق لخارج الأرض، عم نشوفه كمان أنه حياته العاطفية عم بيرجع يسعى لترطيبة لترميمة ليكون مستقر فيها ويكون حاسس بأمان مع الشريك. بالإضافة كمان مثل ما قلنا إذا كان مفكر بعقد عمل لخارج الأرض حيحصل عليه، وكمان
كمان حتى الأشخاص اللي عم بيستوى كتير كبير، يعني مش أكيد لأنه مواليد برج العذراء بيبدوا من الطبقة الوسطية إلى الطبقة اللي كتير أرستقراطية. لكينا فينا لكم عقود حتكون بين أكثر من بلد بانتظار مواليد برج العذراء، وكمان قرارات مالية بانتظاركم. يعني لكل اللي كان قاطع بتقشف مالي بقطوع مالي، هي سنة اللي فينا نقول عنها سنة البحبوحة، وكمان سنة تغطية المصاريف الإضافية اللي أنتوا وقعتوا فيها. والله سنة البحبوحة في أحلى منها؟ العذراء والجوزاء هي السنة فيها إيجاد الحلول للأمور المالية، وخصوصا أنه عطارد كوكبون وعطارد هلأ بمواقع فلكية كتير رائعة. حلو حلو جمانة، أنت رح تبقي معنا أكيد، ولكن هلأ رح ننتقل لنتابع عرض مميز لصبايا وشباب من خانيتو دانس أكاديمي. أنطونيو مندلا وجويل ديمرجان على هالعرض المميز جدا. وبيسعدنا هلأ نستقبل خانيتو رئيس الاتحاد للرقص الرياضي وحكم دولي عالمي لكل أنواع الرقص بالعالم من حوالي تقريبا 13 سنة. مساء الخير كان خانيتو. هلا يا هلا، كيفك؟ يعني أنا كنت عم بتطلع هيك ومنبهرة من اللي عم شوفه، اسم الله كتير صغار وبيرقصوا أحسن من الكبار. قدي عمرهم الكبار كانوا هيك ليصيروا كبار؟ ايه يعني بلشوا من 5 سنين. هن قدي عمرهم قبل تقريبا؟ هن شي 7 و8 هلأ عمره. قدي صار لهم عم بيرقصوا؟ صار لهم شي سنة وشوية. ولو بيصيروا هيك من سنة بعد سنة؟ سنة يمكن. ايه قدي تقريبا بيتمرنوا؟ يعني بالجمعة شي ساعتين من دربهم برايفت، بس مش جروب لسن. لأنه هول الكمبيتيترز، هول المتباريين. يعني نحن انا بعمل يعني. انا بالاتحاد بعمل مباريات بالسنه، عندنا 6 مباريات. اوكي هن بينزلوا على الليفل، في جوفينايل جونيور يوث وادلت.
هن جوفينايل 2 بعدهم صغار يعني. اوكي، وشو الرقصه يلي قدموها هلا؟ هلا هن رقصوا السامبا، سامبا برازيلي، بس نحن باللاتين السامبا بتغير شوي، مش مثل البرازيليان دانس يعني. اوكي، طيب خانيتو برايك شو اكثر شيء هلا الشباب والصبايا عم يتحمسوا يتعلموا؟ اي نوع من الرقصه؟ هلا الرقص بتعرفي تغير بلبنان، في برامج رقص عم يقدموا بغير اذاعات بالتلفزيونات وكتر خير الله يعني، 6-7 من أستاذة تبعولي بشجعنا، أنا ناطر إنه الدانس يقوى بلبنان، صار لي 37 سنة بشجع الرقصة وأخيرا صار العالم بيعرفوا يميزوا بين كل هالرقصات. لأنه يعني بتحس هلا إنه صاروا الناس أكثر عم بيتحمسوا للرقص؟ لأنه صاروا يعرفوا شو السامبا، شو التشاتشا، شو الفالس، شو الكويك ستاب، شو فوكس تروت، ما كان يعرفوا شيء. صح. ونحن بالمباراة كمان كتير يعني هالسنة بدنا نبلش أول مباراة بالشباط، رح يبلش بالشباط وعم نشجع الشغلة، بس أنا بشجع المدارس يعني. المدارس عندهم غلطة كبيرة إنه ما بيعملوا هالأكتيفيتي بالمدرسة، بدل ما يعملوا ولا مدرسة بتقدم الرقص. في مدرسة مدرستين يعني، بس هو إذا غيروا الأكتيفيتي يعني، إذا عملوا الأكتيفيتي بدل الرياضة رقص آخر السنة بيرقصوا حلو، بعدين بيفوتوا بالاتحاد بيزيدوا اللعبة بالجمعية مثلا، هذا الجمعية تبع وزارة الشباب والرياضة، نحن لأنه من خلال وزارة الشباب والرياضة رخصتنا بالاتحاد، بيقدروا يتباروا بالمباريات اللي عم بعملهم يعني. طيب خانيتو مثلا ليش ما انت بتقوم بهالمبادره وبتتعاقد مثلا مع مدارس تلفت لهم نظرهم لهالموضوع؟ عم نفوت هلا، بلشنا انه نشجعهم، نعطيهم الادفايس انه المدارس لازم بقى يعني، ليك شو حلوين هالولاد الصغار، تصور اخر السنه بس عملوا حفله بالمدرسه، يرقصوا كابل دانس احسن ما يعملوا اشياء رياضه او اشياء شغلات يعني. صحيح، او يقضوا وقتهم على الانترنت او على الايباد على اشياء بلا طعمه. الرأس رأس بيقولوا يعني عقل السليم في جسم السليم. طبعاً طبعاً. رأس إذا واحد تعلم الدانس يعني بيكون بس يتحكم على كل أعضاء جسمه بصير أذكى بكتير يعني، الولد بيكون ذكي إذا قدر يسيطر على جسمه على كل أعضاء بجسمه، هيدي كتير بالعدور يعني. بعده البالي كلاسيك مرغوب. نحن بالمدرسة عنا كل شيء، عنا بالي، عنا جاز، عنا تاب، عنا لاتين، كل شيء بنعلم يعني، بس اللاتين دانس أصلاً مثلاً مثل البنت اللي شفتيها هلا جوال كمان بنعلمها بالي كلاسيك، ليه؟ مش تكون سوبلاس يعني، ما بكفيها بس تعمل لاتين، إذا ريلي بدها تكون محترفة لازم شوي عم نعلمها مشان السوبلاس عشان يعني تعمل مور أهين تسلسل جسمها يعني. بس هون يمكن كمان دور الأهل بيلعب يعني دور كبير، هن اللي بشجعوا أولادهم وبحمسوهم. هلا هول أهاليهم كلهم هون مبسوطين بأولادهم يعني، في شيء في أحلى من هالشغلة؟ صحيح. هذا كتير راقي، كتير كلاس، كتير في مستوى يعني، وهالبروجرامات اللي عم بيطلع بغير إذا بالتلفزيونات شفرجة إنه الدانس للشاب كمان مش بس للمرأة يعني. هلا شعب العرب يعني عقلهم فكروا انه دانس بس للمراه، بس لا للشاب كمان يعني. هلا بلطنا بهالايام عم نفكر هيك، صرنا شوي عم نشوف شباب يمكن عم بيرقصوا اكثر من البنات، تغيرت النظره. تغيرت النظره، هلا في سالسا انا لك، نحن عندنا سوشيال دانس، عندنا دانس بورد، يلي شفتي هيدي هلا دانس بورد. نعم. هلا بيجوا عندي عالم كبار مثلا ما بنعلمهم هيدي السامبا، بنعلمهم سالسا وباتشاتا، خرج يسهروا مثلا يرقصوا بسهراتهم، هيدي الشغله يعني. خليت توصل لك تقريبا حوالي 37 سنه بهالمجال هيدا، ان شاء الله يعني من مد كنت صغيره كان يرقصني خليته بالزمنات. بقى بعدك عم تقدم شوز لهلا؟ هلا نحن يعني كتر خير الله عندي تلاميذ كلهم عم بيقدموا شويات. نعم. مثلا هالسنه راس سنه بالسود بالمرمخاي اللي اخذين هن التلاميذ عم بيعملوا شو، وانا بعدني برقص اكيد يعني، في كتير فان لالي لهلا بدهم ياني، بس كنت بمصر قبل شهرين رقصت. نعم. بس انه حفلات كتير كتير كلاس يعني تدرسها يعني، مش لانه يعني اي هاف ماي ستايل. هلا اوقات مثلا بعمل شو مع تلاميذي، اخر شيء برقص مع تلميذتي. اوكي. يعني مش انه برقص بس انا اكثر شيء برقص رومبا وتانجو. هيدا لانه انا على الكبر بيلبق لي هالاشياء، ما بحب الهات دانس، بحب الكول والكلاسي. حلو كتير. شو في عنا هيك مشاريع جديدة أو مسابقات يمكن رح تشاركوا فيها؟ نحن مسابقات أنا عم بعمله المسألة، أنا صفتي رئيس الاتحاد عم نعمل عنا 6 مباريات سنة الجاي، يعني بكرة بنحكي عنا كمان شي مرة، بس بشباط
بس تقرب يصير وقتها مزبوط وقتها بنقله للعالم يتفرج وكل شيء يعني فيهم يجوا نحن حسب كمان عم نعمل المباريات يعني هيدي 10 دانس بصير مثلا لاتين دانس وستاندارد ستاندارد خمسة دانس نعم. يعني فالس تانجو كويك ستاب فيانيز وولز وفوكس تروت واللاتين دانس مثل ما شفت السامبا هلا عندي كابل تاني بدهم يرقصوا تشاتشا في باسو دوبلي في رومبا وفي جايف حلو هول المباريات اللي بنعملها شو نيتك لسنة 2014؟ بدي الأمن قبل كل شيء إنه يعني شفتي شو صار معنا إنه أهم شيء الأمن والحياة حلو بكفي يعني يشوفوا هالكبار إنه هالولاد يعني في 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 حياة بال يعني لازم نتقدم مش نرجع لورا يعني بدنا نعيش بسلام يعني خلص وين بقى. عم نعيش أي قرن عم نعيش يعني أوروبا كله عم بتقدم نحن عم نرجع ريال كرمال هالإشي هالزبزبات اللي عم بيصير يعني حرام لازم يفوقوا بقى تنتقدم بالحياة شوي يعني إن شاء الله بعم السلام بكل أنحاء العالم أنا يعني بدي السلام للجميع يعني والله يساعد هالأمهات اللي روحوا ولادهم أكيد مش هين يعني إنه أكيد صعبة خانيتو تانكيو لألك كل التوفيق وكنا سعيدين باستضافتك إن شاء الله بنرجع نشوفك لكن بشباط هيك بيكون الإيفنتس الحاضر بنحكي عنه أكثر عن الكومبيتيشن اللي بدنا نعملها بشباط أكيد إذا الله راد لكن تانكيو مشاهدينا رح نتوقف للحظات قليلة مع الإعلان نرجع نتابع بقية فقراتنا خليكم برفقتنا وصلنا لفقرة ثابتة ببرنامجنا ببيروت مع خبيرة التجميل الجميلة نهى معوض جميل لإلك خلي كيفك كيفك انت نهى ماشي الحال كتر دايما بتتحلي حبيبتي بوجودك نهى اليوم كمان دايما بتختاري انا بتعجب عن جد لانه المواضيع بتختاري وين بتجيبيهم لانه قديش بنسال حالنا يعني اي رموش بدي نقي الست واحد او رمش كيف بدي احط الجلاس كيف بدي اثبت الحمره كل هالتفاصيل رح نجرب نفيدكم فيها لكل السيدات والصبايا بهالفقره وجايبه كم ايتمز مع نهى شغله وفي معنا كمان بعض الصور عن المكياج هيك بنحكي اكثر عنهم بشو بدنا نبلش اول شيء بشو بدنا نحكي نحن فتره اعياد سو كرمال هيك اليوم مخصصه حلقتي عن الميك اب اكسسوارز يعني okay. اليوم مثل ما تيابك في بتحطي سنتور كوليه بتدخلي ستراس على القطعه بتتغير بتصير خرج مناسبه شيلي الاكسسوار بتصير يمكن خرج كل يوم للشغل زيت الشيء بالنسبة للميك اب في عنا اكسسوار للمكياج الناس ما بتعرف انه هولي بيسمون اكسسوار مثل ما بتعملي مكياج عادي فيك هو زيته تدخلي له اكسسوار بيصير مكياج خرج مناسبة حلو قديش قدرين ندخل هالاكسسوار على المكياج بتاتش كتير بسيطة او فيها تكون بسيطة فيها تكون صرخة يعني حسب اكيد ستيله للشخص حسب لبسه حسب هو يعني شو بحب وحسب الاوكازيون يعني المناسبة قد هي قريبة ولا لا وأنا لأنه فترة أعياد مشان هيك خصصتها هلأ إذا بدنا نحكي عن الرموش أول شيء الرموش صحيح أنه الكل بيعرف بينحط رمشة بتضاين جمعتين ورمشة بينحطوا أطول شوي وأعبى إذا عندك مناسبة سو إذا في مناسبة ما بيكتفي تحطي ميك اب بس مثل ما في منهم ما بيعرفوا بالمكياج بيقولوا أنا بدي مكياج ناعم بس ما بدي رموش الرموش ما بيزيدوا جمال ما ضروري يكونوا عم بيقولك مكياجك وبذات الوقت إذا حبيت تقويهم أو تعطي شيء أوريجينال وسحبة لعينك الرموش ساعتها لازم يتنقوا طوال عن الأطراف للأشخاص اللي بيشتروا رموش وبيحطوا هن رموش ببيتهم لازم يكون عندهم اثنين طولين يعني شورت والميديوم الميديوم بينحط على الأطراف العيون أنا حاطة اليوم بس كتير ناتورال ايه بطريقة ناتورال فيهم يضلوا كمان على جمعتين محطوطين وحدة وحدة مش يعني انا رموشي مش منيح بس انه زيادة بقدي بيعطوا جمال للعين زيادة الخير خير منحط الشارت من اول العين لنصه وباخر العين يفضل ينحط الميديوم ساعتها بتعطي العين مسحوبة طويلة اذا كانت صغيرة العين بيطلع أولوا الرموش من النص ساعتها بتفتح العين وبتكبر سو هني لكينا عدة أنواع قصير وطويل للي بيجوا وحدة وحدة مثل هيدي
رح نشوفها هلا كمان على الشاشه. هيدول اللي بيجوا وحده وحده. اوكي هول الميديوم. ايه هول ميديوم وشورت. وشورت اوكي. وكمان عنا للي بيجوا باوند فيها تكون باوند. هلا رح فرجيهم هيك ورا بعضهم. فيها تكون باوند هول الرموش للي بيجوا عباية على وسط كأنه وحدة وحدة بس بنحطه بطريقة أسهل. أسهل كمان بيجوا خفيف للأشخاص للي بيحبوا شيء ناتورال وسهل عليهم، ما زال ما يحطوا وحدة وحدة هاي بيلزقوها وبيقدروا يشيلوها ويحطوها، وعلى المناسبات بتعطي جمال أكتر للعين. بضل عنا الأرتستيك وان للي هي بتجي فيها لميع. ما بعرف اذا هون عم تبين شوي بس هزه هيك انه فيها لميع، في منهم بيجي معهم بولات، هولي صاروا للاشخاص اللي ايه هولي كثير بحبوا ايه. واجمالا للارتستيك. سو هيك شفنا كم فار من الرموش اوكي نوضح ان كيف بينحطوا لاي بس الرموش الكثير يعني الرمش واحد الكثير رقيق نهى ما كثير حيبين مزبوط هيدا بينحط لقلك لمين، للاشخاص الكبار بالعمر ما بيلبق لهم تكترين لهم رموش أي. غلط او للاشخاص للي ما عندهم ابدا رموش سو بس يحطوا هيدي الباند بتعطي لرموشهم ولعيونهم تغيير جذري بس بطريقه ما تنقذ الناس اللي معودين عليهم انه رموشهم كثير قليل اوكي سو كرمال هيك بتزيدي رموش بس ما فيك تنقذ الناس اوقات في فورم معين للعيون او عمر معين ما بيلبق له تكتري له كثير رموش صح سو هول بالنسبه للرموش هول بالنسبه للرموش شو بنرجع ننتقل لغير اكسسوار هلا في عنا الجليترز الجليترز اللي دايما حاضر بالمكياج سهرة مزبوط وقد ما تجي الموضة وتروح بتحس الجليترز بيضلوا مثل الستراس عتياب بيضلوا هلا الجليترز بيجوا أشكال في هيدا اللي بيجي خفيف كتير رح جرب حطه على إيدي هون ما بعرف إذا ببين نشوف إذا ببين حط هيك هلا هيدا الجليترز هون ها بين شوي هو ذاته هالي جليترز بيجي منه على اكبر قياسات هولي وين بينحطوا اجمالا كلنا بنعرف انه بينحطوا على الاي شادو يعني فوق الاي شادو فوق العين على البابيير سوبيريور سو غير على الاي شادو اول شيء لما بدك تحطي جليترز على الاي شادو بدك تكوني حتى الوان بتلبق للجليترز يعني ما فيك تكوني حتى الوان غامقه وتجي تحطي جليترز الوانه فاتحه لان بتقتلي من جمال الغامق اللون الغامق سو جليترز غامق فوق الالوان الغامقه بس هو ما في منه لونين جولد وسيلفر في جولد وسيلفرز وفي كلرز وفي جراي غامق وجراي فاتح في عده الوان هلا الذهبي والفضه بينحطوا فوق كل الالوان بس اذا بدك جمال اكثر للاي شادو الغامقه او حتى كحلي سوداء ومغمقتيها وبدك تحطي فوقها اذا حطيتي هيدا بيضاعف من سوادها سو هون بينحط الجليترز الغامق للي بيجي رمادي عم السواد بيعطي غنى للعين وبيعطي جمال كتير حلو غير على العيون الجليترز بيقدروا يحطوه كمان على الشفاف هيدي للي ما بيعرفوا الناس كيف على الشفاف من بعد ما تكوني حطيتي حمرة فيك تحطي هيك صغيرة اوكي هلا بتروحي كلك عم تلمع بظهر عم بلمع هيك اوكي بقى بيقدروا يحطوا على الشفاف كمان طبعا على الشفاف بده ينحط على نص الشفة مش على كل الشفاف أوكي. يعني بعد ما ينحط على كل الشفاف حمرة بينحط على النص اوكي على نص الشفاف لانه على كل الشفاف كثير بنصير وعلى بحطه اذا بتشوف العروس او مناسبات كبيره بتحس لابسه مثلا شاك وابيه في ناس بتحط على الكورساج جليترز هيدا بيزيد من الجمال بس بهيدا الوقت لما بتحطي جليترز على الكورساج ما لازم ينحط على الوج على العيون ولا على الشفاف لانه بيصير كثير اوفر كثير الواحد مفضفض او شوي صغيره على البوبير سوبيريور اوكي تاتش صغيره طب شو بيفرق هيدا الجليتر على الامبر او الاي شادو بنحطه على العين واللي عم نحطه تحت الحاجب هلا زيته لا الجليترز اللي بيجوا مثل الاي شادو اذا بدك لوز باودر بيجوا ساتيني فلوتي بيجوا فيهم لمعه اوكي وصغار كثير بطريقه ما بتشوفيهم بفرفطوا عن بعضهم هول بينشغل بينحطوا تحت الحاجب يا بالمي يا بلا مي الاي شادو بيقدر يكون لوز باودر كمان بيقدر يكون باودر عادي والجليترز بيجوا كتير سيباريتد يعني بس تحطيهم بتحسيهم تفرقوا عن بعض وبكل سهولة يعني. هون بس نقول جليترز اوكي شو الاكسسوار كمان بنحكي عنه هلا في عنا اكسسوار في ناس بتحطه بلا ميك اب وفي ناس بتحطهم لما تعمل ميك اب للي هو بيرسينج على المنخار يا بتكون هي عامله بيرسينج يا على المناسبات فيها تحط نقطه ستراس وتلزقها بتلزيق الرموش على منخارها او في منهم بحبوا يحطوها هون فوق شفافهم مثل اللي بيعملوا بيرسينج في منهم على سنانهم هولي يعدوا كمان اكسسوار قبل حد العين كانوا يحطوها بمكياج الزمان مزبوط انا بوقتها ما حبيتها هيدي
ما بتحسيها ما بعرف انا ما حبيتها، في ناس حبوها كثير، بس انا بالنسبه لي وليكي والبرهان انه ما دامت، يعني ما رأيت مرور الكرام، مش مثل غير اشياء بتدوم وبتضلها على طول. هلا في عنا الجلوس، الجلوس بينحط على طول وبينحط حتى من بعد ما تخلصي ميك ابك بكميه كثيره على كمان على نص الشفاف الجلوس. وهون بدي اعطي ملاحظه انه لما يكون عندي مناسبه او سهره عاده في منهم بحطوا جلوس، فالحمره بتفلش، ما بتعود الحمره جاي محدده ومرتبه على قد شفافهم، لانه الجلوس لما يوصل على كل شفافك وعلى داير الشفاف بيخلي الحمره تفلش. النصيحه هي للحمره الداين انه تحطي الحمره تشيلي الغامقه، يعني الالوان الغامقه كل الالوان شو ما كانت. أوكي. عندك مناسبه، هيدا من بين التبس اللي محضرتهم هيك للبيوتي ميك اب، بس بدك تحطي حمرة تداينك، بتحطي الحمرة اللي بدك اياها، هي بتجي كريمي اجمالا، الحمرة كلنا بنعرف. من بعد ما تحطي الحمرة الكريمي بينجاب باودر اللي هو من الاي شادو، لون بيلبق على لون الحمرة، بينحط فوق الشفاف، بخلي الحمرة تعمل مثل فيكساسيون، يعني بتثبت الحمرة، بتثبت الحمرة. هي اول تثبيته. ثاني تثبيته بيجي الفيكسر سبراي اللي بتكوني انت خلصتي ميك اب، كمان عم يجي فوق الباودر والكريمي، سو هون كتير تثبتت الحمرة. كرمال هيك حمرة العروس ما بتروح، كرمال هيك الحمرة إذا عندك مناسبات، في ناس بتروح حمرتها بس تضحك، في منهم بيروحوا حمرتهم بس صح. في منهم بس يضحكوا بيختفوا شفافهم، سو إذا منهم عاملين هيدا الشيء هالبريكوسيون ما بتضاين الحمرة. ساعتها إذا بدهم يحطوا جلوس بيحطوا بس على نص شفافهم بلا ما يوصلوا على الداير، تيضل الداير ناشف، ساعتها ما بتفلش الحمرة وبتضلعت اللمعة بلا ما تتغير. حلو كتير. الماسكارا كمان الماسكارا بدها تنحط من بعد ما نركب الرموش. أوكي. وفي نصيحة للأشخاص اللي بيحطوا رموش رمشة، فيكن من بعد ما تحطوا ماسكارا ترجعي تحطي الرموش، من أوكي. بعد ما تحطي ماسكارا بس أكيد ما يجبله ترجعي تحطي الرموش. هيدي الطريقة تتحافظي أكتر على صحة رموشك، لانه ساعتها عم بتلزق الرموش على الماسكارا مش على الرمش بحد ذاته، يعني بنحط ماسكارا نرجع نحط هي اذا حبي تحطي على طول رموش وتضلك الجمعتين تعيديون وما نشوف رموشنا نحن هرو نحط ماسكارا والرموش كمان. نهى بس قبل ما نكفي كمان بالاكسسوار، في معنا مجموعه من الصور عن بيوتي ميك اب لانه عم بدهمنا الوقت، يعني حابين كمان نشوف الصور ونعلق عليهم. خلينا نبلش باول صوره بشكل سريع. هلا اليوم انا قصدت يكون ذات الموديل معنا جوال فضول الصور، عم نشوف هيك صور لها، شفنا بالميك اب اللي قبل هيدا اذا فينا نرجع لها، الميك اب القوي مع العين المفتوحه من قدام كانت. هلا هون هيدي الميك اب الخفيف مع الالوان بقلب العين، شوفي ذات الشخص بعده ميك ابات. هون الميك اب القوي للعروس فيه يكون قوي وبذات الوقت بعده موديلات، اذا لاحظتي اول العين مفتوحه بس مع فتحة العين منلاحظ انه في اسود بقلب العين كله. يعني هون النصيحة بدي اقولها للاشخاص للي حابين يعطوا كبر لعيونهم، وسع كتير غلط انه تتعطي وسع تفتح الايلاينر وتتركي قلب العين فاضي، خاصة اذا العين كبيرة، اذا العين صغيرة تركي قلبها فاضي لانه هيدا شي بيكبرها وبيعطيها وسعة، بس اذا العين هي اصلا كبيرة وبدك تعطي جمال كبرة ضروري انه تسودي وترجعي تعطي الفتحه هيدي اللي انا هون عطيتها بالصوره. أوكي. وكمان نصيحه لما بدك تفتحي اول العين ما تفتحي اخر العين كمان تيعطي ترتيب اكثر لفتحه للفورم، يعني كعين مفتوحه. هلا هون ميك اب خفيف لعروس دخل له الوان، بنشوف قد ايه بيتغير الستايل. هون بنلاحظ انه هون الشخصيه اللي لابستها جوال شخصيه شخص كثير سامبل، بحب الاشياء الناعمه الفريش، منهم كاترين سويد، حتى خاصة المساحة بين الحواجب والعيون بتوسع لما تفتح الألوان، سو كل شخص عنده عيونه غرقانة أو عيونه قراب من حواجبه أكيد مش لإلك، لأنه أنت كيف ما حطينا عليك الميك اب اسم الله يا عم تجي زبطة سو كمان جوال يعني كمان عاملين لعدة أشكال. كمان عم نشوف غير ستايل ميك اب لجوال. في ميك اب انه حلو العروس يعني ناعم بتبين حلو. على جمالها هي فريش وما فيه اسود. اوكي هون بنلاقي الاسود لانه هو هلا الموضه اكثر شيء هون بهيدا الميك اب موضه، وبذات الوقت من زمان دارج ورجع درج هلا انه الايلاينر يكون واضح مش الاي شادو. بنلاحظ انه اعطينا سحبه للعين ومسكر العين من قدام ومن ورا من اول العين. أوكي. ومن اخرها، بس بذات الوقت عاطين سحبه
وعاطين تركيز للرموش والايلاينر بلا تركيز للاي شادو ولا للجليترز اذا ملاحظه. هون مع الاي شادو تركيز الايلاينر زدنا عليه اي شادو، بس الاي شادو من نص العين لاخرها تاسحب العين لافتحها لفوق لبرا بلا ما انا غمقها ودبها لجوا، بما انه الفورم اوريدي موجود بلا ما احط له الاسود. هون لما حطينا اسود على العيون حطينا الحمرة الفوشيا ودخلنا الجلوس عليها. بتدخيل الجلوس بطلت اللون لون الحمرة رايق، صار هو ان ريليف، خاصة انه ما حاطين الوان على العيون، سو اللون الوحيد صار الشفاف. الشفاف اوكي. هون سو سمبل، حاطين اي لاينر من فوق من تحت منا حاطين ابدا اي لاينر. بنشوف انه هون حتى ماسكارا بلا رموش، كيف بلا رموش شو بيتغير الوجه، بتصير تحسيها منا ستيلا حلو كتير ورائع، بس منا لا جراند اوكازيون، منا لعرس، منا لسهرات كبيرة او لابسه اكسسوار او لابسه مثلا تياب ابيي، ما فيها تطل هيك خرج نهار يعني. يعني قد ما تكون مرتبه. كمان هيدي نصيحه للاشخاص اللي بيحبوا حالهم سامبل كتير، حلو يكون الواحد سامبل، بس حلو يكون في توش تكمل لبسك مثل ما لبسك لازم يكون لهالمناسبة. قد ما هو سامبل بتكوني مدخلتي له شيء صغير من الاكسسوار بس بيدل على المناسبة. كمان ميك ابك اعطيه شغلة صغيرة، لو قد ما بتحبي سامبل يا ركزي على الرموش يا ركزي على شوية جليترز يا ركزي على الجلوس مع حمرة قوية شوي. سو حلو الواحد يكمل لبسه بميك ابه، مثل بالشعر تعملي شعرك مثلا تعمليه موديل خرج مناسبه موديل سامبل، اوقات تعملي فيه حركه. وطبعا المود بيلعب دوره، اليوم انت مودي كيف، قد ايه قراب عليك الناس، لو قد ما المناسبه مهمه اوقات الناس ما بيكونوا كثير مقربين لك. سو ما فيك سمبل. هل مكياج كمان هيدا السموكي وهيدا السموكي القوي مرقوا ورا بعضهم، اللي قبل هو السموكي للي بيمشي للعروس وهيدا السموكي للي ما بننصح فيه للعروس، مع انه اكيد عندك 10% من العروسات بحبوا هيدا السموكي القوي. انا مني معه كتير للعروس حتى اللي ضل هيك سوفت اكتر، بس لما يكون عندك مناسبة هيك قوية او عندك تصوير ومن بعيد بدهم ياخدوا لك صور حلو الميك اب يكون قوي. هون بيشبه ميك اب المسارح، لانه بالمسارح من اول ميك اب من اول رموش بنحط جليترز بنحط جلاس كل شيء بنعطيه فوادو. مشان هيك لما يكون عندك مناسبات بدك تطلي ويصوروك كثير خاصه عن البوديوم او من بعيد، هون قوي مكياجك اكثر وما تتردد. اوكي هيك بنكون شفنا عده ميك ابات لزيت الموديل وشفنا كيف بيتغيروا حسب المناسبه. حلو كثير. في شيء في شغله قلتيها كثير حلوه، انه حتى خلال النهار فينا نحط الماسكارا مش على اول الرمش، على اخر الرمش. ايه هيدا اذا الواحد بده يزعبر، يعني عكس تماما الميك اب القوي. اليوم انت مثلا بدك تزعبري بدك تصلحي هيك اشياء تجملي حالك، تزعبري كيف يعني ما حدا قاله عليكي، بس انه بدك تبيني منك حتى ميك اب، ما على بالك تبيني حتى ميك اب او رايحه على مناسبه ما لازم تكوني حتى فيها ميك اب. سو بدك تعملي توش تزيدك جمال، وكلنا بنحب هيدا الشيء يعني ما بدنا نضحك على بعض. سو الرموش بتحطي على طرفهم ماسكارا بلا ما تحطي عليهم، ما حدا رح يعرف انك حاطه، جست بتكوني اعطيتي طول رموشك لوين وظهرتيهم اكثر بطريقه ما تبين. الاسود مثلا هولي اللي تزعبر هيك صغار، الاسود بقلب العين ما يبين، بتحطيه بس على كعب رموشك. أيوة. لا بقلب العين ولا برات العين، براس البانسو بتحطي الاسود، بتحطيه على كعب رموشك من فوق بتعلي الجفن وعلى كعب رموشك من تحت، هيك عطى جاذبيه للعين وما بين حتى شيء. ما تبين انه حاطين مكياج ابدا. فوندوتان مثلا كيف بتزعبري بالفوندوتان؟ ما بتحطي باودر. أيوة. فوقه بتحطي نتفه بالبانسو بس على الاشياء اللي بدك تغطيها، مثلا عندك حبه عطاش. هون عندك. أيوة. توش زيت الشيء للحمرة نتفه هيك صغيره ومسحيهم ومشي خلص. طلعتي بتعقدي بلا شيء. نهى ميرسي كثير على كل هالمعلومات المهمه والموضوع الحلو، بنشوفك اذا الله راد على السنه الجديده الاسبوع الجاي، وكل سنه وانت بخير نهى، وان شاء الله دائما بتضلك بهالنجاح والتالق دائما. اهلا وسهلا فيك. ننتقل لنرجع نشوف كمان لوحه فنيه راقصه لزفه الاسطوره ومنتابع. We'll be right back.
ثانك يو لزفة الأسطورة وبدر أبو أنطون على هالأجواء الحلوة والرائعة، وأكيد مكافين مع ضيفتنا جمانة وهبي يلي ما بعرف وين ملتهية. شو عم تطلبي جمانة؟ وين لمين عم بتعيطي وتأشري؟ للجمهور. للجمهور، أوكي. أوكي. شو جمانة؟ لكن وين صرنا بأي برج هلأ؟ وصلنا لبرج الميزان، وكمان شو ممكن تكون 2014 إذا منيحة ولا مش منيحة، رغم أنه 2014 رقم السبعة، والميزان هو رقم البرج السابع. فالسبعة مع السبعة 14، ما هيك؟ فبيمشي حاله مولود برج الميزان، وخصوصا انه الفلك عم يبتسم له، عم بيبقى داعمه فلكيا، وحظوظ كتير مهمة ومقترحات رائعة جدا على الصعيد المهني. كمان لكل مواليد برج الميزان، اذا عم نقلكم السنة 2014 فيها كتير من القرارات الايجابية، بس هيدا ما بيعني انه ما رح يكون في عنا الاي ولا والصعود والهبوط. فكمان قديش بيبقى الاعتماد عليكم انتوا على قراراتكم، على كمان عدم التردد باتخاذ زمام الامر، او حتى كمان انكم تفوتوا بالموضوع بدون ما تكونوا شوي خايفين. لكن فينا نقول 2014 بتحمل قرارات كتير مهمة على الصعيد المهني، ومقترحات رائعة جدا، وعقود عمل، وربما شراكة عمل، ودخول لعتبة جديدة. وكمان فينا نقول لمواليد برج الميزان، عنا مارس حيبقى زيارتكم لمدة 6 شهور، يعني حنلاقي كل مولود برج الميزان من هلأ لبداية السنة على طول على متابعات طبية، على طول عنده مراجعات مع الحكيم، حمية غذائية، فيتامينات، نظام غذائي معين. لكن فينا نقول له ما تهملوا وضعكم الصحي، وكمان فينا نقول انه في عنا استقرارات عاطفية. فلكن يعتبر مولود برج الميزان بال2014 نوعا ما الفلك عم بيبتسم له، وكمان حيخلصوا من الضغوطات المادية اللي هو قاطع فيها. مين يعني اجمالا اجابة تقريبا الصحة يمكن شوي لازم ينتبه. مزبوط مزبوط. عندكم حدا ميزان؟ والله في انفراجات، يعني عم بلاحظ على من الناحية المادية اغلبية الابراج حيكونوا مرتاحين لعام 2014. المثلث الهوائي اكثر شيء، يعني اللي هو الدلو، ميزان وجوزاء، وكمان بنقدر ناخذ معنا مولود برج العذراء لانه كوكب عطارد بيشمل برج الجوزاء والعذراء، فمنلاقي انه في عنا ارتياحات ماليه. طيب ريما، قال ريما ضيعتيني، شو لبنان اي برج؟ في حدا لبنان اي برج؟ لا لبنان ما فينا نقول اي برج، ولكن فينا نقول كوكب المريخ. فينا نقول نانسي كوكب المريخ للبنان. يعني إذا بدنا نحكي توقعات للبنان، حنلاقيها سنة قاسية جدا ببدايتها، يعني حنلاقي في كتير مشاكل أمن المواطن اللبناني بفلتين، حنشوف مسلسل التفجيرات، الاغتيالات، بعد على أكتر دم بالشوارع، على أكتر؟ اي طبعا، نحن بعدنا بألف نعمة هلأ، يعني حيبقى من منطقة لمنطقة إذا بدنا نقطع حنبقى كتير خايفين. دخيلك لا بلا ولا ما تسمعينا صراحة، يعني لازم أنه كل مواطن لبناني وكلنا بلبنان نبدأ بالصلاة. ولكن في شغلة كتير مهمة لازم نعرفها، أنه حيكون في عنا زيارة البابا للبنان، يعني وفد فاتيكان حيكون موجود بلبنان لأجل الصلاة ولأجل مسيحيي الشرق. يعني هيدي شغلة كتير مهمة انه تكون زيارة بلبنان، زيارة لموفد فاتيكاني مقدس يجي يعمل صلاة بلبنان لتهدئة الاوضاع، او حتى لتقريب المسافات بيننا وبين بعضنا، وخصوصا انه نحن 18 طائفة بلبنان، يعني كلنا اخدين من كلنا، يعني بتلاقي بكل بيت في مسيحي وبكل بيت في مسلم، يعني ما في مجال، يعني بتلاقي هالخلطة هيدي حلوة كتير وموجودة داخل البيت اللبناني. ولكن أكيد بعيد عن السياسة، نحن بألف خير. هيدا الكلام بدي أقوله، يعني رغم كل شيء بتضل الحياة مستمرة، بس نبتعد شوي عن هالسياسة، عن السياسة والأوضاع السياسية، يعني عن الانتماءات السياسية. أنا برأيي ما يكون عنا أي كبر عقلنا، نكبر عقلنا، نتبع حدا، نفكر بالبلد. صحيح، بلا نفكر بالبلد ونفكر بأولادنا، نفكر ببكرة ونصنع بكرة إن شاء الله خير. إن شاء الله رح نتوقف ريما هلا مع بريك. أوكي جمانة، لكن رح تبقي معنا أكيد كمان. أكيد رح نستفيد منك هيك كل النهار. إن شاء الله، وبيسعدنا هالشي أكيد. مشاهدينا ببيروت بيتابع معكم من بعد هالوقت الإعلاني، خليكم برفقتنا. We'll be right back.
rumba, rumba rhythm start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Give up my eyes, we'll see only. The sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So hey, smooth, sway now. Yeah, more. Sway me, make me, thrill me, hold me, bend me, ease me. خانيتو دانس اكاديمي. بنتشكر الدانسرز على هالرقصه الحلوه. ونحن متابعين مع الابراج مع جمانة وهبي. بدنا نحكي عن العقرب، القوس والجدي، صح؟ ثلاث ابراج. صحيح. بهالفقره بهالفقره هي رح نبدا مع مولود برج العقرب. لكل مواليد برج العقرب اللي حابين يعرفوا 2014 اذا فيها نوع من الايجابيات او السلبيات، فينا نقول السنه رح تكون نص نص، ولكن فينا نقول هي سنه ايجاد الحلول الماليه. يعني كمان انت عم بتحاول تعمل تسويات، وكمان عم بتحاول انك تكون بموقع نشط اكثر، ان كان على الصعيد المهني او حتى على الصعيد المالي. كمان فينا نقول لمواليد برج العقرب ما في شغلات كتير مهمة رح تكون، وخصوصا انه تحرك زحل ما رح يكون ناشط لكم، وتحرك زحل رح يعطي مواليد برج العقرب بال2014 نوع من التعب الصحي. يعني اشخاص ممكن يخسرهم اتفاق عمل، ممكن كمان يلاقي حاله خارج الاطار اللي هو كان متوقعه، وبالاضافة كمان لقراراتنا العاطفية اللي ممكن يكون عم بتعيش نوع من البلبلات. لكن نصيحتنا لكم، طالما انه الفلك رح يكون نوعا ما بين الصعود والهبوط، فحاولوا قد ما فيكم تكونوا اكثر ليونه واكثر تقارب واكثر دبلوماسيه بعلاقتكم العاطفيه مع الشريك، وخصوصا انكم ممكن يخلق نزاع او يخلق مشكل بدون ما تدروا او حتى تكونوا سبب فيه. لكن لكل مواليد برج العقرب السنه فيها او بتحمل كثير من التناقضات، وبتحمل معها كثير من الاشياء يلي ممكن ما تكون لصالحكم، وخصوصا انكم عم بتعيشوا بعض البلبلات، وكمان في مين عم بحاول انه يحط لكم العصب الدوليب او حتى يسيء لسمعتكم او يبعدكم او يعمل التاخير او التعطيل او المماطله فيما يتعلق بقرارات ان كان مهنيه او حتى حضور اجتماعي بارز. ديروا بالكم وعرفوا تنظفوا المحيط اللي حواليكم لتقدروا تعيشوا بال2014 نوعا ما باستقرار ان كان مهني او عاطفي. والحمد لله هالايام المأذيين كثير. اي والله ما في اكثر منهم، ما معقولين الحسودين الحقودين كيف بتضلك تلاقيهم عم بينغلوا نغل، يعني الله يسامحهم. أي وأي صح. أوكي. لكن رح نبدأ مع مولود برج القوس. مواليد برج القوس بال2014 حيحملوا معهم لبداية السنة بعض المتاعب، وخصوصا انه حتقفل عليهم 2013 وهن منهم مرتاحين، ان كان على الصعيد المهني لانه بانتظارهم قرارات مهنية كتير كبيرة، وخصوصا لكل مواليد برج القوس اللي عم بيغير موقعه المهني او حتى عم بيبحث عن وظيفة تانية. فينا نقول له ما تستعجل القرار، لانه ممكن تفوت على موقع مهني خسران، وخصوصا انك تفوت لجوه وتبلش تنق وتقول ما عجبني ولكن كنت مضطر.
لكينا فينا نقول قرارات كثير مهمه بانتظار مواليد برج القوس من الناحيه المهنيه، ولكن بنقول لك كمان ما تفوت بعشوائيه فيها وتبلش بعد شوي الطالب بمسؤوليات او الطالب انك انت مضطر او تقدم تبريرات ان كان لغيابك او حتى لا شوي انك تبعد نتيجه ظروف او حتى ما قادر تتكيف بالمحيط الجديد، بالاضافه كمان لقرارات رائعه جدا على الصعيد العاطفي لكل مواليد برج القوس اللي كانت سنه 2013 ظلمتهم عاطفيا، فينا نقول 2014 فيها استرداد حقوقهم العاطفيه مع الشريك وكمان فيها مبادرات رائعه جدا، وبالاضافه كمان لحظوظ شامله ان كان على الصعيد المالي او حتى قرارات السفر او الانتقال من مكان لمكان او الحصول على ورق جنسيه او حتى على ورق دراسي لخارج الارض. حلو القوس. منيحة للقوس. حلو. حلوة. ما قلت لي حلا ريما يعني. سنة مين رح تكون؟ ما فيني اقول سنة مين لانه ما فينا نترجم الابراج بهالطريقة اللي بقول انه هيدي سنة كذا وهي سنة كذا، في كتير ما عندهم خبرة بالفلك ننسي صراحة، بس بيقولوا علماء فلك نتيجة انه في ناس بحالفهم حظهم الاعلامي اكتر انه يكونوا موجودين على الاعلام وبيبلشوا يحكوا من عندهم شو مكان، وفي من ناس بتبقى على دراية ولكن شوي بعيدة، ففي أنا من الأشخاص اللي واقعية جدا ما فيني أقول 2014 هي محسوبة هيدا البرج أو هيدا البرج أو هيدا البرج أبدا، وأنا من الأشخاص المؤمن جدا بربه أنه أحيانا بقول ما بدي أعتمد على برجي شو مخبالي برجي، بدي أعتمد على ربي وأتكل على ربي وأخذ قراراتي بناء على التيسير من رب العالمين. صحيح. وصلنا لعند مواليد برج الجديد اللي كانت بهمها كتير لساشا مولود برج الجديد. أكيد. منوجه له تحية لبول كمان هلأ إذا كان قاعد عم يحضرنا. عظيم. لكن لكل مواليد برج الجدي كانت 2013 فعلا قاسي جدا عليهم على الصعيد المهني، عطيتهم الكركبات حتى على الصعيد العاطفي ما بينهم وبين شريكهم بالعاطفي، ولكن اللي كبر عقله منهم قدر يحتفظ بشريكه مولود برج الجدي، واللي صغر عقله لقى حاله بعيد ما بينه وبين شريكه عم بيحاول بكافة الطرق انه يسترجعه. 2014 الرقم 7 يعني بيعطيني نوع من المواجهات والحسم فيما يتعلق بقرارات مهنية، لكن فينا نقول مولود برج الجدي ممكن كتير يغير شركائه بالعمل او يغير وجوه الموجودة حواليه بالعمل، ويقدر كمان يفوت على سنة نظيفة من الناحية المهنية، وخصوصا انه عنده تراجعات بالمال وعنده كمان بعض البلبلات اللي هو عايش فيها، حاسس حاله بضغط وحاسس حاله انه الامور كلها عم بتكون مقفل عليه. 2014 حتفتح قدامك بواب رائعة جدا مولود برج الجدي كان من الداخل او حتى من خارج الارض، وبالاضافة كمان لاستلاحات أمورك العاطفية والترميم بشؤونك العاطفي إذا كنت أنت مفكر بشريكك والاحتفاظ فيه أو حتى أنك تتقرب ما بينك وبينه. في شغلة كثير مهمة لمواليد برج الجدي، إذا كانت الاهتمامات تبعولك عقارية منشوفك بال2014 حتلاقي نتائج رائعة جدا على الصعيد العقاري، وكمان إذا كنت على بالك توقف ببيع أو شراء أو ببيع أو شراء كمان فيما يتعلق بورق عقاري، ففينا نقول سنتك ناشطة جدا ولكن أنت بلش فيها بحيوية وبلش فيها متفائل اكثر. حلو لبرج الجدي طلعنا ايجابيه هالسنه نوعا ما على صعيد كمان العمل. ايه ولكن هذا ما بيعني انه ما داخل على السنه مكركب فيها. يعني كمان انه اذا ما حتفرق بين اليوم وبكره، نحن يومين بتفصلنا عن سنه جديده. اذا كنت قلقانه انا بهيدا النهار معناتها ثاني يوم ما حكون اخف ضغط، لانه الحزن ببلش كبير وببلش يصغر. اي يعني بيبدا كبير وبيبلش يصغر، لكن فينا نقول مثل ما قلت لك 2013 عم بيودعها انه تعبان، فحيبقى هالحزن هيدا اللي قدامه هو حزن صغير ليقدر يحط الخطوط العريضه ل 2014 بلش فيها متفائل ان شاء الله. جمانة بعد في ثلاث ابراج ما هيك؟ بعد في عنا لا اثنين، عنا الدلو وعنا الحوت. عندنا الدلو والحوت. الدلو والحوت لكن نعم. الدلو والحوت رح نشوف شو توقعات الفلك لانه لست ل 2014 ولكن من بعد هالوقفه الاعلانيه. نعم. دعاية برنامج ببيروت والال بي سي الفضائية وكل المشاهدين. متابعين مع توقعات الأبراج وصرنا بآخر برجين جمانة. صحيح.
يلا خلينا نبلش. وصلنا لمولود برج الدلو وكمان لكل مواليد برج الدلو اذا كان مفكر بورق السفر او حتى عنده النيه بالسفر، فينا نقول 2014 حتحمل معه اسفار كثيره لكل مواليد برج الدلو، وكمان اذا كان ناوي يكمل دراسته، اذا كان عم يشتغل على ورق دراسي كان واقف قدامه او حتى كان في تعطيل بهيدا الورق، فينا نقول 2014 فيها كثير قرارات مهمه، ولكن هيدا ما بيعني انه 2014 ما راح يكون فيها ببعض المطارح بعض السلبيات، وخصوصا انه مواقع الفلك وكمان المربع الفلكي عم بيعطي كثير تحذيرات على الصعيد العاطفي، يعني ممكن نلاقي مولود برج الدلو على قطوع عاطفي ما بينه وبين شريكه، وممكن كمان هيدا القطوع يطول وياخذ معه بعض الوقت ويبقى كمان محرقس شوي من تصرفات الشريك، من استفزازات الشريك ببعض الامور، وكمان حتى مطالبه الشريك بامور ماليه او حتى بامور او متعلقات ماليه او متعلقات مشتركه ما بينه وبينهم. كمان فينا نقول لكل مواليد برج الدلو صحيح انه واقف شوي منه راضي عن بعض القرارات او حتى عن بعض الامور او المعطيات اللي عم بتصير بمحيطه المهني، ولكن كمان فينا نقول لمولود برج الدلو انت قادر توقف موقف يساعدك وحتى كمان يحطك بنقاط او يحطك بمواقع كتير مهمه. انسانيتك الزايده فيك تخفف منها، وخصوصا انه انسانيتك هي اللي عم بتعلقك بهالامور هيدي، وكمان حتى مواليد برج الدلو اللي كان واقف بينه وبين احد اخصامه، ما بدنا نقول اخصام ولكن خلينا نقول بينه وبين احد الاطراف بحاله نزاع او توتر قانوني، فينا نقول 2014 الرقم 7 اللي بتحمله 2014 مثل ما حكينا عنها، والرقم 7 هو بيرمز للحسم، بيرمز للمواجهه، وبيرمز كمان للتسويات القانونيه لكل اللي علقانين بال2014 بورق قانوني. الرقم 7 بيعطي لا قاتل ولا مقتول، وكمان بيعطي دائما بالمنطقه الوسطيه، ودائما بيعطي الحسم والمواجهات فيما يتعلق باوراق قانونيه، لكن لكل اللي عندهم ورق قانوني بال2014 بتعطي التسويات القانونيه من غير ما تكون فيها خساره للطرفين، يعني بيكون في طرف صحيح منه راضي ولكنه مضطر للقبول او مضطر لحتى انه يخلص من هالضغوطات القانونيه. لكن مواليد برج الدلو نصيحتنا لكم بال2014 كمان تعتمدوا سياسه غذاء صحيح ونظام غذائي مضبوط، وخصوصا انكم تنشطوا الدوره الدمويه تبعيتكم، وكمان فينا نقول كوكب مارس هو كمان عم بيعطي انعكاسات مش بس على مواليد برج الميزان، الا كمان مولود برج الدلو ممكن يتاثر بهيدا الشيء، وممكن يلاقي حاله بال2014 قدام عمليه جراحيه او حتى متابعه طبيه وربما حاله طوارئ. ديروا بالكم وكونوا نشطين ان كان على الصعيد الصحي او حتى على الصعيد الاجتماعي، بالاضافه كمان لاوراق ماليه بتبحث فيها ما بينك وبين عده اطراف. لكن منيحه كمان فينا نقول لمواليد برج الدلو، لكن دائما الصحه، نحن بنقول بنتمنى الصحه للجميع، اكيد هذا اهم شيء بالحياه. مزبوط. اوكي هيدا اخر برج ولا بعد في بعد في الحوت اللي ما بيموت. يلا يعني الحوت اللي ما بيموت هيدا لقبه بالدايره 12 بالابراج، ليه؟ لانه دائما بتزت الحوت بمطرحه بيطلع فيها مثل الشعره من العجينه. حلو كثير. السنه فنيه بامتياز على الفنانين، اذا بدنا نقرا للفنانين اللي معظمهم مواليد برج الحوت، يعني فينا نقول ان بلشنا بهيفا حوت، سيرين عبد النور حوت، احمد السقا حوت، حنان الترك حوت، يسرى حوت، ونجوى كرم كمان حوت، وكمان في حدا بعد ان شاء الله ما نكون نسيناه، كمان نجوى وسيرين، في كثير من مواليد، ما هن اكثر الفنانين من مواليد برج الحوت ومن ثم برج الثور، هدول اكثر ناس بنلاقيهم موجودين على الساحه الفنيه بارزين بشكل اعلامي واضح، حتى معظم الاعلاميين بنلاقيهم كمان من هيدي المواليد. سنه حتكون سنه فنيه بامتياز، وخصوصا انه المشتري عم بيبقى داعم الحظوظ الفنيه، وهو المشتري والزهره هن كوكبين لما بيتلاقوا مع بعضهم بيصير في سعد، وهن يعتبروا كوكبين السعد، وخصوصا على الصعيد الفني وكمان البروز الفني. صحيح عم تكون انه عم نشوف 2014 فيها كثير مشاكل بالكره الارضيه على الصعيد السياسي، يعني حنلاقي مثل ما قلنا ما حتستثني، يعني ما حنستثني التفجيرات والاغتيالات بس بلبنان، لا حنلاقيها بمصر، حنلاقيها بمصر، بالعراق، بسوريا، بلبنان، بروسيا، بكل المناطق، ما في بلد عن بلد منه رح يكون خالي
من ايدي الارهاب او ايدي المشاكل السياسيه. ولكن كمان نرجع منقول فلكيا من الناحيه الفنيه حتكون فيها نوع من الايجابيات. نعم. وكمان يعني شوفي قد ايه ارهاب من مطرح وفن من مطرح تاني وموسيقى. لكن سنه التناقضات مثل ما حكيت عنها الرقم 7 اللي بيرمز لسنه التناقضات. اما لمواليد برج الحوت اذا كنت داخل على سنتك وانت حابب تعمل دايت، حابب تغير باللوك تبعولك، حابب تضعف حالك، من قالك 2014 بتحمل معها حيوية وبتحمل معها صحة، وخصوصا انه 2013 كانت على مواليد برج الحوت اعطتهم مشاكل صحية لاحد المقربين منهم وكتار منهم قدروا يخسروا احد افراد عائلتهم او حتى اذا كان حوت وعقرب ببيت واحد 100% قدروا يخسروا احدا من اهلهم بالنسبة لموضوع فقدان عزيز او حتى شخص افتقدوا الموت مثل ما بيقولوا. لكن سنة 2014 لمواليد برج الحوت اذا كنت مقرر تغير اللوك تبعولك، تطلع من الحزن، تطلع من التعب النفسي والضغوطات اللي انت كنت قاطع فيها، بال2014 الفلك داعمك والمربع الفلكي ومواقع النجوم لصالحك، وبالاضافة كمان لتسوياتك القانونية رح تقدر تحصل فيها على بعض الامور اللي تكون فيها نوعا ما حاسس بالرضا وعندك الشعور بالرضا وكمان غير مستفز قانونيا. كمان فينا نقول لمواليد برج الحوت اللي بده يصالح عاطفيا، اللي كان قاطع ما بينه وبين شريكه كمان بقرارات حاسمه على الصعيد العاطفي وكمان بعد عاطفي، فينا نقول 2014 في تقارب المسافات ما بينكم وبين الشريك على الصعيد العاطفي، وبالاضافه كمان لعتبه جديده ممكن يدخل عليها مولود برج الحوت. بضل عنا الناحيه العمليه اللي هي نواحي حتكون شوي قاسيه عليه ببعض المطارح، وخصوصا انه مولود برج الحوت احيانا بربي اعداء من غير ما يدرى. لكن حاول مولود برج الحوت بال2014 انك تكون لين اكثر وتكون قريب من محيطك اكثر، وكمان نصفي النفوس اللي حوالينا حتى ما نلاقي حالنا انه كمان اعدائنا عم تكتر، وخصوصا انه ال2014 حتكتر اعدائك من غير ما تدرى. بعدني برجع بقول لك اعدائك حيكونوا كتار، وخصوصا انه نجمك ساطع بال2014. جمانة هيك قبل ما نختم هاللقاء يا ريت مش عم ذكر بالكتاب الخاص فيك نزل؟ صحيح صح ما جبته معي هلا، ولكن اكيد الشيء اللي نسخه لريما 2014 اكيد نزلت كتاب اسمه خبايا الارقام. هذا الكتاب بيحكي عن علم الارقام، بتقدري تعملي حساباتك اليوم والشهر والسنه بتوصلي لمجموع رقم، هالمجموع الرقم هيدا بدلك على شخصيتك داخل الكتاب وكمان حتى على شخصيه شريكك، وين النقاط اللي ممكن تختلفوا فيها والنقاط اللي ممكن تلتقوا فيها. نعم، وبالاضافه كمان انه ممكن نحن نطبق. أنا أحيانا لما بتجيني ست عندها خلاف مع شريكة بالعاطفة بدلها على النقاط اللي ممكن تخليها تصالح أو حتى يرجع لها شريكة من غير ما يكون في عنا تنازلات بالعاطفة أو حتى تحركش فيه، بدلها على النقاط بهالسلوك هيدي أنه أنتوا بتلتقوا بهالمطرح وبتختلفوا بهيدا المطرح، فخلينا نضوي على النقاط الإيجابية اللي تقدروا تجمعوا حالكم فيها. بالإضافة في شغلة كتير مهمة، إذا كانت الست على استعداد أنها ناطرة مولود لإلها، هيدا المولود عطيها الحكيم ما كلنا اكيد هلا الشق بطن كله عم بيشتغل الاطباء هلا قليل ما منلاقي ولاده طبيعيه، ولكن بقول للحكيم انه عندي بهالعشر ايام او بهالاسبوع عندك ولاده، فيها تختار مع الطبيب تبعها بتقرا من خلال الكتاب الايام اللي بتناسب شخصيتها بتناسب شخصيه زوجها وتختار اليوم او النهار اللي بدها تولد فيه، وخصوصا اذا كان لانه بتعرفي الايام القمريه والايام الشهريه من 1 ل 30 او 31 او 1 ل 28 او 29 لانه شباط بيجي او 28 او 29 بحكي عنه بكل شخصية بشخصيتها وكل رقم، لنقول مثلا مولود 1 الشهر مولود 2 12 مولود 3 4 كله هيدا موجودة ومذكورة بالكتاب. وبالإضافة كمان كتابي عم بيعطي أنه علم الأرقام هو مش خرافي ولا دجل ولا تنجيم، وبالنهاية كمان الكتب السماوية حكيت عن هيدا الرقم أنه ليش الست بتحبل بتسعة أشهر، ليش في عنا 12 شهر، ليه في عنا رقم 3، ليه عنا رقم 7، ليش في 7 سماوات، ليش في مثلا، يعني هالتساؤلات كلها مظبوطه موجوده بقلب الكتاب مظبوط لانه شارحين عنا كلها، ليش تلاميذ المسيح السلام على اسمه كانوا 11 تلميذ، ليش كذا وليش كذا كلها موجوده وبتشرح علم الرقم، لانه بالنهايه الرقم هو متحرك وبيتاثر بشخصيتنا ونحن بنتاثر بتحركات هذا الرقم. حلو كثير. موجود صار بالاسواق صح؟
طبعا لبنان موجود بكافه المكتبات اللبنانيه، وكمان اللي بده يحجز من خارج لبنان في يتصل اكيد على رقمي على 0961 71 75 86 86 لحجز الكتاب، واكيد في يكون عنده ببلده وين ما كان عم بتابعنا. ثانك يو جمانة، ميرسي كثير، وان شاء الله بتكون سنه خير عليك يا رب ولكم كمان وينعاد عليك جمانة وعليك. ميرسي لكم مشاهدينا، رح ننتقل نحن وياكم مره جديده لنتابع عرض من توقيع زفة الأسطورة. Ladies and gentlemen, I give you the jingle bass. الأسطورة وبدر بو أنطون مؤسس الفرقة على هاللوحات الراقصة الحلوة المناسبة لهالأعياد. نحن متابعين بفقراتنا، ولكن اسمحونا نتوقف دقيقة قليلة مع الإعلان، وبعد الفاصل رح ندخل إلى عالم تصميم الأزياء، الحقائب، الأكسسوار وغيرها، كل الأمور اللي بتهم السيدات والصبايا بعد البيت. مأملين بال 2013، إن شاء الله 2014 بتكون أفضل، لأنه تعبنا، بحاجة شوي لاستقرار، بحاجة لأمان، لسلام، فإن شاء الله عن جد بتكون خير على كل الناس، وكل اللي بتمنوا بيتحققوا إن شاء الله يا رب. متابعة ببيروت، بهالفقرة رح نخصص مساحة للأزياء والجلامور مع صبيتين بيجمع بيناتهم التصميم. أهلا وسهلا أكيد بريفا مسلم مصممة الحقائب والأكسسوار، وكمان أهلا وسهلا بلما مسلم مصممة الأزياء. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية كنا عم سألكم برات الهواء، أنا افتكرت أنكم أخوة. لا هلا صدفة عرفنا أنه نقرب بعض، تقربوا بعض. عندك وفار أو حلو، يعني بالعيلة موجود هيدا الشيء. خلينا نتعرف عليك بالبداية ريفا، أنت شو اللي أخذك إلى عالم الأكسسوار؟ وريفا مسلم حداد، مسلم حتى ما يزعل زوجة. ريفا مسلم حداد. لكن شو اللي أخذك أو كيف اكتشفتي حبك لتصميم الحقائب والأكسسوار؟ صراحة أنا كل هيدا الدومين ما كان أبدا وارد عندي، بالغلط اكتشفت، يعني بالغلط بلشت بالدومين تبع الأكسسوار. أنا عاملة أصلا انتيريور ديزاين، أوكي، ويعني عايشة بالجو،
مرة بالصدفة أنا الأكسسوار تبعي كلهم إذا بتلاحظوا معمولين من البلكسي. أوكي. بالبروجيات تبعي بستعمل البلكسي. صحيح. مرة كان عندي بروجي وكنت عم بعمل قصص ستارز وهارتس وهيك، أنا وصاحبتي قاعدين عم بقلها شلت الهارت هيك، قلت لها شو رأيك حطه هون حلق، طلعت إنه طلعت بحلق على المراية إنه هيدا حلق عن جد. رحت على الأكسسوارات تبعي أصلاً أنا عنديهم بالبيت، صرت فكهم فك منهم يعني وحط البلكسي بقلب الاكسسوار. اوكي. وهيك بلشت معي الفكره يعني. اول قطعه عملتيها غير الحلق يعني؟ رينج كانت، وبعدين كلية يعني صرت اخذ الاكسسوار اللي عندي اصلا بالبيت، انا شريتهم مش انا عملتهم، عند محلات اللي هن بيعملوا اللي بيبيعوا ماتير بريمير، صرت اقول له بليز بدي مثلا انه بليز يعني ابدا ما خصني ابدا وهيك بلشت. بما انه كمان ريفا كنت عم تقولنا ما خصي كان بالاكسسوارز، حتى لما يعني في كتير امور مشتركه، لما التخصص تبعك هو بيولوجي. مزبوط، انا عامله بيولوجي ليسانس ورجعت عملت اتش ار كماستر، وهلا بلشت بالفاشن ديزاين. تقلك ليه؟ لانه نحن من الاول انا عايشه بهيدا الجو، عنا اتوليه بالبيت. اوكي. ومين الوالده بتصمم؟ هو الوالد كان مستلمه وهلا الوالده، فعايشة بهيدا الجو وكتير بحبه وبدمه يعني، هالباسيون تبعي إذا بدي. مع إنه بعدني بحب الـ HR وبعدها كمان حبي يعني، بس إنه خلص قد ما كان يعني إذا بيئتك كلها هيك عايشة 100%. مع إنه كمان عاملة الخط تبعي الخاص فيه يعني اللي هن لتروازيل، بس إنه خلص عشت فيها ربيت فيها تأثرت فيها. طب لما في شيء هيك أخدتي من الوالد شي تاتش معين وضل مرافقك كل هالوقت؟ أكيد يعني، أصلاً أنا لو ما الوالد والوالدة ما كانت هون اليوم يعني. أخذت كل شيء منهم، الباجاج اللي لازم للحياة وللتروازيل، وكملت وكتر خير الله هلأ نجح. وليش لتروازيل؟ إيه هيدا السؤال كتير بحبه. باي دوي البابا كان من الأول، نحن باي دوي ثلاث أولاد بالبيت. أوكي. البابا من الأول بحب وبيعتبرنا مثل جوين إذا بدك، ونحن ثلاثتنا آمام تان ببلش أسامينا بالأل، دونك إنه آمام تان لتروازيل أل وجوانح، ومثل أوماج يعني لإله لأنه هو اللي أعطانا كل هيدا الشيء. البراند الخاصة فيك اسمه أي وش بيروت؟ يس. ليش اخترتي هالتسمية؟ لأنه أنا لكل أوكازيون في يعني مثلا كريسمس، إيستر، فالنتاين، for every single wish عندي شيء. مثلا إذا بدك تهدي gift فيك تلاقيه عندي. مثلا إذا عندك باتشلر بارتي بدك تعملي accessories للباتشلر بارتي أنا عندي. For every single wish you just ask I wish. اي وش. وخصيتي بيروت كمان بهالأمنية، مين ما بيحب هالعاصمة الحلوة. رح نشوف الايتمز لأمامنا كمان معك ريفا، هيك بنحكي شوي عنهم بالتفصيل قبل ما ننتقل للفاشن شو الخاص بلما. شو حابب نبلش؟ انا شايف الباجز غريبين شوي. الباجز غريبين. الباجز ايه كمان مثل ما ملاحظة كمان عليهم بلكسي يعني. مثلا في عنا هيدا الباج هو اصلا في معه كمان كوليه. البلكسي على طول موجود بكل قطعة تقريبا. منه يعني بتستوحي؟ منه بستوحي. اوكي. مثلا هيدا الباج في معه كوليه كمان فيه مفتاح وفيه هارت. اوكي. اوكي. So that's the key for my heart. حلو. يعني كأنه عم نعمل مساج. حلو، حبينا الفكرة. حلو هيدا الباج بلاكسي لكن كمان. وهلا كتير دارج الجولد والسيلفر مع بعض. مع بعضهم ستايل. طب هيك باجز مطلوبين ومرغوبين لكل الأذواق. لكل الأذواق ولكل الأعمار عادة لما يعني. بتلاقيهم في تاتش هيك عصرية و وما فيك تلاقي منها كتير. ما فيك تلاقي منها كتير يعني. أنا ما كمان البيس ما بعمل منها كتير يعني، بعمل منها مثلا قطعتين أو ثلاثة ماكسيموم. ما كتير بتكرر يعني. تالي بيشتري من عندي ما يلاقي في حدا تاني كمان ايه عنده نفس ال باج كتير مهضوم حبيته هيدا اللي لا ما عندك شكل ايه بس ما فينا بلا ما نقول دعاية، هي علكة يعني ما فينا نحطها تطلع دعاية. اوكي خلينا نحكي عن الساك الروزي اللي قدامك ترانسبيرون. الساك الروزي هيدا الروز هيدا كتير خشن هيدا نايلون. هلا كتير
كتير ترند انه نستعمل النايلون. صح، حتى البراندز العالمية صاروا عم يستعملوا النايلون. صح صح، حتى بالتياب. ايه هلا انا كمان الشلال اللي لبستها كمان انا عملتها وهي من النايلون. انا قبل ما اتعرف على ريفا تخيلتها لما، لانه كتير حلوة اللي لبستيها. انا قلت فيها التاتش هيك من ال ما بعرف لما هون. انت بدك تساعدينا. انا صراحة وقت عرفت انه البيفيسي السنة كتير دارج، قررت كتير اشتغل فيه. هو يعني صار مثل انه هو التاتش تبعي، يعني بتقولي لتروازيل بتقولي بيفيسي صرتي او ممتان. مع انه مش انه اكسكلوزيف بشتغل بالبيفيسي، بس دايما بتدخلي 100%. يعني حتى لو تاتش اذا مش بوليرو كاملة مثل ما رح نشوف هلأ بالفاشن شو، بتدخله تاتش بالتياب. ومثل ما بتعرفوا هلأ دارج كتير الخليط بالفابريكس، واثنين فابريكس اصلا ما بتتوقعوا ابدا انه يكونوا مع بعض 100%. هذا الشيء اللي عملتيه بالكولكشن. خلينا نشوف لك الديفيلي هيك ونحكي اكثر عن التصاميم. لما فيك هوني كمان شان. اوكي هوني كمان انا خالطه تو فابريكس بين بعض. هيدا الدريس اسمه لتروازيل، بما انه فيه تروا كوش دو سوا فوق بعض. مثل ما بتشوفوا من قدام بتشوفوه هيك سمبل. وانا كمان بحب انه فاجئكم من ورا بيطلع مفتوح عن الظهر. اوكي يعني تما يكون بس اون فوا شافك حدا، شافك الشخص بشوفك بشي، بس كمان بيكون ناطره شي تاني من ورا. من ورا. اوكي. وهون عم لاحظ شكل الجوانح 100%. منشان هيك هيدا اسمه، هيدا لتروازيل. لتروازيل. شو الماتيريال عادة يلي أكثر شيء أنت بتحب تشتغلي فيه؟ أنا بما إنه كتير بحب الجلامور وكتير يعني بحب كتير أشتغل بالسوا، بتعرفوا السوا كتير رقيق كتير ناعم. هيدا مثلا دانتيل، كمان الدانتيل شابو يعني. أنا ماشي. ايه. هيدا كمان فيه تاتش من ورا. حددت الخصر. كمان عنده فتحة على الظهر. على الظهر. يعني بتكوني مثلا قادرة تجمعي بين انه انت كتير ديسكريت، وبين انه كمان فيك تعملي قصات بتحبيها، ظهرك مكشوف وهالقصص هيدا. حلو. ريفا اكيد يعني الطلة كمان ما بتكمل بدون اكسسوارز، واللي هي شيء كتير اساسي باللوك تبع الست. اول شيء شو بتحب تشوفيه بالست؟ الفستان، شخصيتها، حتى تستوحي من كل هالعناصر يطلع ديزاين حلو. شو اللي بيلفتك اول شيء بالست؟ هلا انا بيجيني كتير طلبات، يعني بيبعتوا لي مثلا صوره الفستان اللي بدهم يلبسوه. أيه. وبستوحي كتير من الفستان، واكيد اذا بعرف الشخص اللي بده يلبس الفستان اكيد بقدر اكثر اشتغل يعني اشتغل على الاكسسوار تبعه. ريفا يمكن بس الاكسسوارات هون حسب ما عم نشوفها شوي سبور اكثر من كلاسيكي. مثلا عندك هيدا. ايه هيدا اذا بنشوفه على هيدا فيك تستعملي الاثنين، يعني فيه يكون ملبوس مع مثلا شميز مفتوحه هون عن الصدر شوي بينزل، هيدا بيعطي كتير كلاسي. وفيك تحطيه مع مثلا شميز سبار او شميز جينز بتغيري شوي بيطلع كتير سبار. هلا هيدول هول كيدز كمان اشياء تصاميم خاصه للولاد الصغار. هون كمان هيدا شوي سبار اكتر، بس انا بحب ركز على شغله انه البلكسي هو الواحد بده يتقبله، لانه البلكسي يمكن بيقولوا العالم انه شو بلكسي، يعني يمكن نعمل ار مثل المحل من بلكسي بدها تنشغل، بس بده ينعرف كيف ينشغل فيها. وانا كمان بشتغل بالبلكسي بالاكسسوار للكيدز كمان. هلا هون كله اللي عم نشوفه هون كيدز، هون هيد باندز للكيدز، وفي عندنا هون كمان اكسسوار كوليات للكيدز. شو بتحس الاولاد اكثر شيء هلا بيجوا لعندك اول شغله بيسالوا اذا موجوده عندك مثلا سمايلي فيس ولا الهيد باندز؟ كثير عم يسالوا عنهم، كثير ترندي هلا. والكب كيك كب كيك كب كيك كثير
كثير بحبوا الاولاد ايس كريم، كل شيء خاصه بالشوكولا يعني اكيد الاولاد. عاده انك تصممي يعني للاولاد بيكون اسهل التصميم؟ لا اصعب بكثير. الوان ولا اصعب بكثير، لانه بدك تاخذي راي الولد وبدك تاخذي راي امه، يعني ما فيك اذا الولد مثلا بده هيك وامه ما بده ما بتلبسه يعني، عرفتي؟ اللي عندك اولاد شيء؟ عندي بنت صغيره. تستوحي منهم تساليهم؟ قد ايه عمرها؟ شعرتها مثل شعرتي كمان. الله يخليك يا قد ايه عمرها؟ انسبريشن فور مي 2 years. 2 years. خلي لك اياها. شو يمكن اكثر شيء شو بتحب؟ وين بتطلع؟ شو بيلفت لها نظرها وبتاخذي منها؟ كثير كثير، وحتى هلا بلشت اعمل لها تيب كمان. يعني معقول تفوتي بسكشن تصميم تياب للاولاد؟ حلو، ليش لا؟ ان شاء الله. لما بنحكي شوي عن بس بدك تبلشي تصميم اي قطعه، قد ايه بيساعدك انه انت كمان صبيه عم بتصممي لامراه او صبيه مثلك، بتعرفي الاذواق بتكون متقاربه اكثر؟ لا 100%. هلا اكيد انا بدي اطلع بالتصميم اللي عم بعمله، بدي احبه انا اول شيء، بس كمان بدي ارضي اوسع سكشن من العالم، لانه مثل ما قلت الإجمالا الموضة رح تلحق بعضها والعالم رح تلبس مثل مدارج، بس في ناس عندهم آرائهم الخاصة فيهم، يعني منشان هيك لازم إنه وسع ديزايناتي مش بس أرضي حالي اللي هو بعمله كتير. بس بقولنا برد الغير بشي بسيط قال. لا بس في شيء يعني أقل ما يمكن مثل ما بيقولوا إنه بشتغل عليه، وأكيد بضيف لمساتي التاتش الخاصة حتى وقت أكون عم بعمل سير مزور. سوري، حتى وقت أكون عم بعمل سير مزور أكيد أنا رح حط التاتش الفينال بالنهاية، بس بسمع لها للزبونة بشو بدها، منقرب الآراء يعني هيك. ريفا بفتكر كان عندك شيء. انا بدي اذكر انه دائما ديزاينر لازم مش بس يعمل القصص بس هو كثير بحبه وبتعجبه، لانه ما في يرضى كل العالم، يعني في عالم بتلاقي مثلا انا هلا بستعمل البي في سي مش كل العالم بتقبل البي في سي، يعني انا بدي كمان ضلني عم بعمل شيء بالاشخاص اللي ما بيعجبها، وبنفس الوقت بدك شيء يميزك، يعني انه الواحد بس يشوف القطعه حلو يعرف انه هيدا بتخص هالمصمم وهيدا بتخص المصمم تاني. في عنا فاشن شو، جاهزين المودلز؟ يلا خلينا كمان نكفي بالفاشن شو للمصممة لما ونعلي على كل قطعة رح نشوفها. مثل ما شايفين هون هيدا كاب دوبل فاس، اوكي، تحته في اوفرول بلان انوار، مثل ما بتعرفوا هلا كتير دارج البلان انوار. كمان الكاب طويل من وراء أقصر من قدام، نوار إبلان حلو وموسيقان كوير، ومثل ما رح تشوفوا هلأ عم تقلبه لأنه هو توتال ماندو بالفاس. أوكي، يعني ممكن تصمم قطعة بيس وحدة تغير اللوك كله. مزبوط، مش ضروري يكون دراس أو اكزاكتلي، وحسب كيف بتلبسها بأي كونتكست كمان بيتغير، يعني مثل ما هون شايفة لبستها مع أوفرول خارج تروح مع بسهرة كتير كلاسي، بس فيها تلبسه للكاب تحته جينز ميبي يطلع كتير ترندي وبتستفيد منه باللونين، يعني كمان بتستفيد بكذا موديل يعني. مزبوط، يعني ما ببين ابدا اذا قلبته انها لابسه زيت البياس يعني. حلو، ومثل ما شايفين هون هيدا الجوب بسميها مارغريت لانه شكلها شكل المارغريت، و سي اون بياس يونيك و ان سوا، ومثل ما شايفين انها مدخله البوادر روز مع البوردو، مش بس نوعين قماش كمان الواني بتحس لاول مره بتشوفيهم هاللونين مع بعض. اكزاكتلي، وركبين وكتير حلوين يعني. والبوليرو مثل ما شايفين هي ركبي ستايل، والبوليرو فيها تستفيد منها كمان الصبيه على غير ايتم غير قطع 100%. هلا رح نشوفها اصلا كمان على غير لون مستعمله بغير ستايل، وإذا بتفتحها وبتلبس توب في عليها إلوستراسيون كمان مع جينز بيطلع بتطلع حلوة. قديش أنت لما مع أنك تصممي قطع بيسز بتقدر الست تستفيد منهم أو الصبية بعدة مناسبة؟ يعني هذا اللي لاحظناه بالفاشن شو اللي عم نشوفه.
أنا عايشة بهيدا البلد وبعرف شو احتياجاتي واحتياجات المرأة اللبنانية، وبعرف قدي بتحب كتير إنها تلبس، فمنشان هيك بعمل لها شيء تقدر تلبسه بعدة ما طرق. تزهق من القطعة مش تلبس يعني... وتغير كمان كل يوم بدها تظهر بقطعة مختلفة يعني كل يوم يعني تفكر هيك مرأة عاملة عدا عن إنه وعندها ظهريتها الخاصة واجتماعياتها، فبكل مناسبة في مثل انه ستيل معين بدها تلبسه، زيت القطعة فيها تلبسها بكذا ستيل حسب هي الكونتكست اللي بتحطها فيها. بالنهاية كل المرأة النساء اللي من عمري والأكبر والأصغر صاروا يعرفوا يلبسوا وصاروا يحبوا يحطوا حالهم بكونتكست كامل متكامل. ريفا بتحسي انه انت كمان بتصاميم بالاكسسوارات بتحب انه السيدة تستفيد من القطعة باكتر من موديل بركي؟ ايه اكيد اكيد. يعني انا مثلا بعمل كوليه صغير من فوق، البوندان تبعه صغير، فيه حطه لوحده. اوكي. هيدا الكوليه فيه حطه لوحده، فيه زيد عليه مثلا شان طويلة ذهبية لنحسه نفترض. اوكي. صرت عم بستفيد منه بمحلين، بس نفس هون عم نشوف البوندويات هو للأطفال للصبايا الصغار. ولا شفت الكب كيك؟ مهضومين هون. اوكي. هو اللي في عليهم هيك مثل مسج صغار. التول اكيد ما فينا نستغني عن التول عند الولاد الصغار. حلو. هون انسبيريشن من البومبو. هلا هو هيدا منه انفيت بومبو، بس بتحس انه وقت تشوفيه هيك لاول مره كانه حتى بومبو هي بقلب ال كانك حتى بومبو بومبون؟ ايه كأنه ايه هو مش بومبون بس كأنه حتى بومبون. هون كمان فيه جليتر بقلبه. حلوين هون. هولي كمان كيدز بريسلتس. اوكي. هيدا بقى بي بي سي كمان. هيدا مثلا هون دخلنا له قماشة الشموا ليزبط هلأ على الشتاء. يعني نحنا كنا عم نستعمل بي بي سي بالصيف، بس لندخله على الشتاء زدنا له شوية نوع القماش. هو السكارفز، هو السكارفز يوم يستعملوا هن كأنه كوليه سكارف. اوكي. بس شو جلد؟ جلد من جوا ده؟ لا من جوا كمان جلد؟ نو مش جلد. بعرف شو بيسموا القماش اللي مثل ما عم بقول لك، يعني انا ما كثير ما كثير مش مشكله. اوكي. هيدي الجلي اللي انا لابستها هلا كمان بتصممي تيت؟ مش كثير، بس يعني مثلا مثل هيدي الجلي انا اصلا عندي اياها بالبيت الجلي على قماش. اوكي. جبتها وانا دجا عند الماتيريال البي في سي، حطيت انا دجا عندي اياها وصممت عليها. مش انه انا عرفتي. حلو. ما لقيت صعوبه؟ لا ما لقيت صعوبه، لانه البي في سي فيك تهين يعني القط تبعه، ما عندك ما بينوبر ما بينسل او شيء. القط كانت تشتغلي القطع بالبيت عندك؟ عندي بالبيت بشتغل القطع، وفي عندي مثلا الباجز انا بصمم وبعطيهم لمعمل هو بينفذ لي. بينفذ لك. طيب ريفا بتطلع معك الفكره يعني من اول ما بتحطيها بتضلك عليها، ولا ممكن تكون شيء وتتحول؟ لا ابدا. بتغير كثير؟ كثير. مش بغير حتى، بس يعني وقت بلش بشغله يمكن بيطلع معي ان باراليل شغله ثانيه. يعني أوكي. مثلا اذا عملت كولي مثلا مثل هلا اللي شفنا هون الباكس بحب. نعم. فينا نرجع الصوره لقبل. ايه هون الباكس هن اسامي يعني. نعم. كل حدا بحب يعمل اسمه على الباك في انا نفذ له اياهم. ايه كنت عم بقول لك مثل هيدا البريسلت اللي انا لبستها. انا بلشت اول شيء عملت الكوليه مكتوب لاف، رجعت بس شفت الكوليه قلت لا بده مثلا بريسلت معه، وكثير كان صعب انه اعمل بريسلت بلكسي. رجعت نجحت. جاتي شو؟ نجحت فيها. غريبه لانه عن جد غريبه. ايه هلا مش مبينه كثير، بركي بدنا نشيل العقد بس لنشوفها. ايوه. ايه هيدي البريسلت بايد ريفا. عم بحبوا طيب الديزاين الخاص فيك؟ كتير عم بحبوا. ما بيستغربوا شوي انه ليك صراحة كتير صاروا البنات اللبنانيات نبرمها شوي بس ريفا لنشوفها. ايه يعني كنا عم نقول انه ما بيستغربوا الديزاين. ايه لاف غريب كتير. مش عم تلاقي
كثير عم بحبه يلبسوا قصص ابدا ما في يعني ابدا كثير بلكي فوتوريست فينا نقول عنه. اه حلو عن جد كثير. لما انت كيف بتخلق معك الفكره بتبلشي فيها بتكون الشيء بتنتقلي لمحل ثاني ولا بتضلك لاول لاخر؟ في من كل شيء. في ايام بتجي الفكره براسي بنفذها جوسكو بو، في ايام ببلش فيها بقول لا بدها تعديل بدها هون هيك بدها هون هيك، يعني بالشغل وخصوصا بالاتوليه يعني في من كل شيء. معقول الانسبيراسيون بتجيك سور بلاس، تجيك قبل بشهر، تجيك انت ونايمه الانسبيراسيون بتجيك ما بتوقف. مزبوط. لما كمان انت مثل ريفا يعني في بعض الديزاينز او التصاميم غريبه، انت ممكن تنفذي يمكن تصميم من ناحيه المواد الأقمشة يكون غريب انه نووي ينلبس بس حلو. انا تصاميمي بعتبرهم منن اكسنتريك بس كتير مودرن كتير غريبين بينلبسوا. انا اهم شيء انه ينلبسوا، يعني في قطع اوقات بتقولي عنها واو شو حلوة شو فيتوريست بس يمكن ما تتقبليها كتير اكسنتريك بتكون. بس لا انا بعتبر انا يعني هلا انتو كمان بتقولولي بعتبر ديزايناتي كتير غريبين مع ماتريال غريب مع مزيج فابريكس غريب بس لا بينلبسوا. هيدا اهم نقطة عندي. حلو كتير. رح نشوف كمان مرة جديدة فاشن شو والديزاينز اللي عم تحكي عنهم لما ومنعلق عليه. هيدا اوفرول تكسيدو على شكل بدلة مثلا، حطيت فوقه هيدا البوليرول اللي قلتلك عنه اللي بتنلبس بكذا طريقة. اوكي. عطيت غير افه كليا، عملناها مفتوحة مع اوفرول غير ستايل مش مع تنورة. عملها هيدا حلوة. لا كفي بس لاحظت انه الاغلبية التركيز عندك اسود وابيض. مزبوط. بالفاشن شو هون حبيت حط الاسود والابيض اكتر شيء دقا لانه كتير دارج وهلا موسمه يعني. صح. بس سأليني لقلب الاسود كل يوم اسود لانه اكثر لون يعني ما في بكل المحلات. هيدا مع انه ما كتير بحب اشتغل مثل ما انه عن جد شو دارج وشو العالم متوقعه بس كتير مطلوب الاسود والابيض. مزبوط اكثر لونين مطلوب. هون مثل ما عم نشوف هاي هي البوليرول ان بي في سي مع شورت بابيون. حلو هالشورت مظبوط كتير براكتيكال باي ذا واي. البوليرو كوب فون امبرميابل كتير بتعطي شالار ولونها فريش. لونها كتير حلو. مين بتحسي بيهتم لهيك تصاميم يعني اي اعمار؟ صراحة رح من عمرك؟ لا هو يعني كل الاعمار هلا عم بحبون، كل الاعمار عم بيلفتون عرفتي. هلا اكيد الادوليسان اكثر شيء عم بينجذبوا لهم بس في كثير عالم جوسكو 30-35 كثير عم بحبون وعم بيشترون كثير. حلو كثير نايس. ريفا هلا عم تطلع بأفكار جديدة كمان غير البلاكسي بالنسبة للباكز ونفس المواد اللي نحنا تعودنا نشوفها بتصاميمك. ايه بس أكثر شيء أنا بركز على البلاكسي بس أو باراليل كمان هلأ بلشت أشتغل كمان عم غير عن البلاكسي. ممكن لقي شيء كلاسيك؟ ايه أكيد هلأ عم بشتغل على شيء كلاسيك. وشو الأقمشة اللي عم تشتغل عليها؟ هلأ جلد هلا لانه شتى عم بشتغل على الجلد. على طيب ريفا شو بتعملي مع التقليد؟ مرات تقليد بتكوني مثلا حاطه هيك شغله على قطعه وعشيتيها من قلبك وفجاه بتلاقي حدا يمكن مقلدها وبسعر كثير رخيص شو بتعملي؟ لسوء الحظ بلبنان ما فيك تعملي شيء. يعني لو انت مسجل الديزاين تبعك يعني اتس نوت ورث ات انه تعملي خبريه كرماله. لقيتك لما عم بتهزي براسك على قصة التقليد عم بتقلد وتيابيك. انا هيك عم بيقولولي يعني بس بالنهاية الفينيساج والكاليتي والفابريك 100% بيبقى هو الاساس وبيبقى يعني دغري رح يبين. صح. والست كتير عم بدقق كمان او صبية صايرة كتير بكي وكتير عندها اكسبوجر اصلا يعني ما بقى فيها ينضحك عليها بسهولة.
صارت كثير ان بالفاشن. طيب خلينا نشوف كمان اخر لوك حسب ما قالوا لنا نحن وياك لما بنعلق على البوليرو كمان الغريب اللي عم نشوفه. هي مثلا كثير فيوتشرست مزبوط، يعني مستعمله فابريك كثير غريب سيلفر بما انه هلا كثير دارج، يعني تغير كل الستايل اذا لاحظتي، ما بقى هو ذاته. بعدنا نفس الاوتفيت اللي شفناه قبل، شورت مع التوب مزبوط، بس غيرنا البوليرو. هيدا كان اخر لوك، لكن مثل ما قالوا لنا لما منشوف يعني نواتي بالديزاينز مثل ما انت قلتي، في شيء كلاسيك، في شيء كثير كمان فيه تاتش هيك غريبة وعصرية لترضي كل الأذواق. كمان ريفا خصيتينا بهدية رح نشوفها أكيد خلال لقائنا، رح نشوف مين رح يربحها وراح تكون من نصيب مين. هيك بس هندي الحشرية أعرف الباك الروز، الباك الروز هذا اللي كنا عم نحكي عنه، وتو هاد بانز صبيتين صغار. يلا نقلنا خلينا نشوفهم على الهواء، لكن هيدا الباج لح عطيني انا هيدا بربحه، انا بدي احط الصبي الصغير. اي واحد لك هيدا مهضوم اول واحد الروج، كثير حلو بدنا نربح الروج. يعني ليك لا رح خبرك شغله عن هيدا، هيدا كثير فكرته سمبل، يعني هيدا اللي بنحطها على ورقه بس نلف كادو ما بنحطها فوق، استوحيتها منها وحطيتها على الباندو. حلو حلو كثير. هيدا الباند رح نشوف كمان اي بنوت رح تربحه، حتى نجربه شربي ما انا ما انا مش هيك لقال لك كيف هيك كمان ايه بدي اجرب نونو هيك شوف مين رح يربح هالباند. اصلا كمان دارج هلا كثير كمان الباندز الكبار. بعد في بعد باند واحد، يلا بنقي انا. ايه يلا نقي. ايه بنقي انا. شكلنا رح ناخذ بنقي الكحلي والاحمر. يس حلو. هيدا شوي كمان لاكبر، هيدا لتينيجر اكثر من مثلا ليك شو مكتوب عليه شاين لايك ستار. شاين لايك ستار حلو حلو. كمان هيدا الباند رح نشوف مين حبيتيني. مين رح يربح الحلقة؟ ماني حبيتيني. بلا كتير مهضومة طالعة وكيوت وهيك. ريفا ثانك يو سو ماتش على الجيفت، بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله دايما بيكون عندك افكار جديدة ونيو ديزاينز اكيد نحكي عنهم. لما انبسطنا بحضورك معنا كتير حبينا كمان القطع اللي شفناه هون مرتبين كتير ومن كل الاذواق. ثانك يو سو ماتش، ميرسي كثير لك لما واهلا وسهلا فيكم. تابعين ولكن بعد اخر بريك بلقائنا ومنتابع باخر فقره ومعرض خاص بالاحذيه، تابعونا بعد الفاصل. تابعينا باخر فقره لحلقتنا لليوم، ولكن قبل خلينا ننتقل لنتعرف على ابرز فقرات برنامج سيدتي مع زميلتنا هبه. هبه يسعد لي مساك ويعطيك الف عافيه. يعافيكي ساشا، مساء الخير عليكم وعلى فريق العمل جميعكم، ويلا هابي نيو يير مقدما. سيم تو يو هبه، كل سنه وانت بخير وفريق عمل برنامج سيدتي بخير، وان شاء الله دائما بتضلكم بهالنجاح. خبرينا شو في من فقرات لحلقتكم اليوم. ان شاء الله. شكرا. اكيد حكلمكم طبعا ان شاء الله انتم كمان دائما تكونوا بخير، وان شاء الله لبنان تكون بخير. يعني متاسفين على الظروف اللي صارت، بس الله يعني يهديها في العالم العربي ان شاء الله. اليوم في حلقتنا حنتابع القوانين السعودية الخاصة بالمرأة والأسرة واللي كانت لابد أنها تتطبق في عام 2013. خلينا نعرف إيش تطبق وإيش نتمنى أنه تطبق في 2014. وفي قصة يعني نوعا ما تأخر في الحكم فيها، هي طبعا عن طبيبة سعودية رفعت قضية وأخذت سنة حتى تحصل على أنه ممكن تقدم رفع قضية. القصة أنه في مغرد سعودي اتهم اي شخص بيسمح لبنته او زوجته او اخته بانها تشتغل في المستشفى بانه ديوث، طبعا هذا نوع من القذف. فاخيرا الان صار رفعت القضيه وان شاء الله ينحكم لها بحكم منصف. وفي نهايه العام طبعا نحاول نساعد السيدات في انهم
والسيدات المتزوجات بالأصح أنهم يكشفوا حساب أهم المواقف في حياتهم الزوجية. رح نقدم لكل سيدة اليوم أحدث خطوط الموضة في المكياج والشعر للسهرات، يعني نعطيهم أفكار للنيو يير بالإضافة إلى فقرات في الديكور والموضة. إن شاء الله المشاهدين ينضموا لنا ويستمتعوا، لأنه حلقاتنا اليوم إحنا لأحد أول الأسبوع مميزة ومتنوعة جدا. أكيد هبة بندعي الكل ينضموا ويتابعوا برنامج سيدتي على روتانا خليجيا، نتمنى لكم كل التوفيق ومنجدد تحياتنا لك ولفريق عمل برنامجكم. متابعين بفقرتنا الأخيرة وبنحكي أكثر عن معرض بعنوان At My Feet. هالمعرض جمع مجموعة من الفنانين، الجامع الوحيد اللي كان بيناتهم هو شغفهم وحبهم للأحذية وتصميم الأحذية. المعرض بلش ب 28 شهر ومستمر ل 31 ديسمبر. رح ناخذ المزيد من التفاصيل مع ضيفتنا لايا رحمن، ولايا هي مصممة سيندي جلاس شوز اللي ما فينا كتير نحكي عنه لأنه هول الشوز قد ما حكينا غير ما نشوف بالفعل تصاميم أكثر من مميزة. أهلا وسهلا فيك لايا. أهلين، ميرسي. كيفيك؟ كتير منيحة. تمام إيه؟ لايا خبرينا At My Feet هو لأول مرة ينظم هيك معرض، هيك معرض؟ إيه هو بالأكيد أول مرة بينعرض صور أحذية بطريقة فنانة بالعالم العربي كلياً، وبعتقد بالعالم، لأنه سابقاً ما حدا ركز على هذا الموضوع كفن. وأنا بما أنه مصورة بالأساس وكمان مصممة، حبيت أنه أدمج الاثنين هدول الشغلتين الباشنز اللي عندي وأعمل منهم معرض. وأكيد حبيت كمان شارك أرتيستس فنانين من كل العالم ومن كل النحاء، يعني architects وديزاينرز وفوتوغرافرز، مشان نشوف البوينت اوف فيو، يعني نظرتهم هن عن الأحذية. وهون بنشوف صورة من روجيه مكرزل، اوكي، يلي هو كمان شارك بالمعرض، مصور مصور فوتوغرافي معروف. هون بنشوف إديت بودران سكولتور اسمها لا بانتوفل دو فير، يعني مش بس صور فوتوغرافيه، حتى منحوتات كمان. في كمان سكولتور، يعني نحتات. وهون كمان مصور معروف. كل يعني انا اللي حابه اقوله انه كل اللي اشتركوا بالمعرض معروفين، يعني فنانين معروفين بالعالم، يعني اسامي بارزه. اسامي بارزه، نعم. اوكي، بس اغلبيتهم مصورين، في منهم الاغلبيه نحت. مصورين، اخذنا كثير قليل مصممين نحاتين ومصممين. اوكي، عم نشوف كمان نحن هلا عم نشوف صور ل فتاه لبنانيه عم يمرقوا بسرعه، بس كان اسمها وفا حلاوي. هون فيليب عرقتنجي يلي هو مخرج لبناني، هالصورة للمخرج فيليب عرقتنجي. وهدول سكالتشرز كمان من أرنو كالوس يلي هو فنان فرنساوي. قد ايه بتحسي هالمعرض عمار عبد ربو يلي هو ريبورتر معروف كتير بالعالم. حلو لايا، قد ايه بتحسي هالمعرض غير شوي اذا بدك النظرة اللي احنا بنشوف الحذاء، انه بس نظرة موضة اليوم؟ هلا يعني هيك أعمال عم تتقدم بطريقة كتير فنية ومشغولة بطريقة كتير مميزة وحلوة. إيه، وأنا حبيت كمان فرجة هيدي النقطة، يعني أبرز عن شو بيقولوا السكالتشر سايد تبعيت السكربيني، يلي هي مش بس آيتم موضة، بس كمان آيتم تقدر تتفنني أوبجكت، يعني كل هالسكالتشرز فيك تحطيهم عندك بالبيت كفن. كمان عم تشوف بعض كم فنان تقريبا شارك بالمعرض؟ كنا 18 18 فنان. طب ليا، من خلال كمان خبرتي كمصورة فوتوغرافية ومصممة كمان أحذية، شو حسيتي بهالمعرض؟ قد ايه صار في تبادل خبرات كمان بينكم انتم الفنانين؟ أنا حسيت إنه أول شيء كان المعرض كتير هين يشاركوا فيه الناس، كانوا أو محضرين شغل عن الأحذية أوريدي سابقا، أو عملوا شغل مخصص للمعرض. وكانت يعني سلسة، كانت العملية كتير سلسة. وشو بقولوا الريسبشن قليلة، يعني الببليك، اوكي، الحضور، اول شيء الحضور كان كتير حلو وقوي وكتير عجب وكتير بعنا، بقى it was a success altogether. حلو، يعني كان المعرض فريد من نوعه وفكرة كتير جديدة. ايه؟ وبعته بنفس الوقت، يعني التعب ما رح ضيع. exactly. لا، وبعدين it's only the beginning، يعني بعدنا هلا عم ننطلق.
أوكي. وهو معرض رح يسافر يعني مش بس ببيروت متنقل، وتاني ستيب هي بباريس، ومن بعدين كمان دبي ولندن. دبي ولندن بعدنا ما ثبتنا المحل، بس اكيد رح نعملهم. قديش هذه خطوه مهمه انه المعرض يكون متنقل، وسبيشال انه في فنانين لبنانيين او حتى عرب مشاركين عالميه. ايه بعتقد خطه كثير مهمه، وبتبين على الوجه الفني اهميه السبجكت. ايه الوجه الفني لنا. إيه. يعني لا قد ما في عم بحاول ساعدك، وثانك يو انه ما عم تجرب تحكي انجلش، لا عم جرب انا فيها تحكي عربي. عم جرب ايه كمل بالعربي، بس حالي بدكم تكونوا هيك شوي صبورين. لا بالعكس، كان كثير حلو الانترفيو. بس ما حكينا وين المعرض رح يتم. المعرض هو بالشوروم تبع سندي جلاس، يعني أوكي. الماركه تبعيتي اللي بالاشرفيه، وبيخلص بعد يومين بقى لحقوا حالكم. مش معقول تمددوا. ايه يمكن نمدد شوي بعد ريدر السنة بكم يوم. أوكي. بس بعد ما قررنا. على كل حال بعدنا فاتحين لل 31st of December. أوكي. كل التوفيق لألك لايا أكيد بهالمعرض أو حتى بمجالك، إن كان بالتصوير الفوتوغرافي أو تصميم الأحذية. وتحياتنا لألك. Thank you so much. كتير. قبل ما نختم لقائنا بننتقل لعند نانسي لنشوف مين رح يربح الباج اللي شفناها من ضيفتنا المصممة ريفا، وحتى التو هاد باندز للصبايا الحلوين الصغار. لقلك نانسي تفضلي. عيوش بيروت، لكن حبت تهدي اثنين مهضوم مثل ما قلتي وهاند باج. هاي رح اتعرف على البنوت المهضومة. هاي، شو اسمك؟ اسمي جانا العزاء. دي عمريك؟ 7 سنين. 7 سنين، العمر كله. مثل ما عم لاحظ انه شعراتك طوال، بتحطي بندو؟ ايه بحط. اوكي، اي واحد بديك؟ الاحمر. احمر، اوكي يلا. كمان الف مبروك، رح تابع مع هون بنوت. هيدا كمان لقلك بما انه ما بقى في وقت. ما بدك كادو؟ يلا 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 اعطي. اوكي مبروك. وهيدا كمان الباج لقلك، الف مبروك، لكن ان شاء الله بتكون سنة خير عليكم. مشاهدينا لهون كنا وصلنا لختام حلقتنا. اكيد مني ومن ساشا بنقول لكم امتع واحلى الاوقات ان شاء الله بتمضوها اليوم برفقه القلب. يسيم، لاقيكم بكره بحلقه جديده. باي باي.